الليلة مولد إمام الشهداء وسيد شهداء أهل الجنة سيدنا الحسين رضي الله عنه. قبس وجزء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في مصر. اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يرزقه بجد يرزقه معرفة الصالحين. من حسن الطالع أن يصادف مولد الحسين مع مولد الشيخ شعراوي الذي نحتفي في بيته العامر الكريم. والله أعلم أن أنفاس هذا الرجل فيها تسبيح بحمده وصلاة على نبيه. شهر شعبان هو شهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في هذا الشهر الكريم. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حسين مني وجودا وأنا من حسين شهودا، فمن زار الروضة الحسينية فكأنما زار الروضة النبوية. من أحب آل بيت سيدنا رسول الله أحبه رسول الله، ومن أحبه رسول الله أحبه الله. محمد سيد ما مثله ولدت أنسى ولا قر في الأرحام محمول، فنوره مفرد جاد الإله به على البرايا ومن علياه منقول. لجبينه مصباح بدا للعالمين. يا ذات الذات، يا ذا الأزل، يا سر السر، منك نرجو وبك ندعو ولك نرجو. حسبي الذات وكفى، حسبي الذات وكفى، حسبي الذات وكفى. أستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، سمعت من مولانا الإمام الشعراوي أن لنا في الزقازيق أو في الشرقية بصفة عامة بيتين، بيت أبو هاشم وبيت أبو خليل. وكان حينما يتكلم عن بيت أبو هاشم يتكلم بحب وباستفاضة وبصلاح، فأحببناكم قبل أن نراكم. الله يكرمكم. وأخذنا من مشاربكم من مشرب الإمام الشعراوي عليه رضوان الله. في حياة الإنسان ناس لا تنسى، وشخصيات في حياتي. هذه حلقة مع شخصية عظيمة مثلكم. قل لي من الشخصية العظيمة التي تأثر بها أستاذنا الدكتور محمد أبو هاشم وأخذ منها ومن مشاربها ليكون هذا الكيان الإنساني العظيم العارف بالله والملتقي بأحبابه وأصحابه، فأحبك من حولك واحترمك كل من يقابلك ويصادفك؟ في الحقيقة أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنني نشأت في بيت علم وصلاح وتقوى. فالجد الأكبر جاء نازحا من الحجاز منذ أكثر من 200 عام، واستقر في قرية بني عامر بالشرقية، وكان يقيم في حارة تسمى حارة الأشراف، وكانت له خلوة في مكان بعيد عن البلدة. وعندما انتقل أشار إلى أولاده أن ينتقلوا إلى هذا المكان ويقيموا المسجد والساحة والزاوية وأن تنتقل الأسرة، فاستقرنا في هذا المكان ويسمى عزبة الشيخ أبو هاشم. ثم ورث الطريقة بعده ابنه الشيخ السيد أبو هاشم، ثم ورث الطريقة الشيخ علي ابن الشيخ سيد أبو هاشم الأكبر، ثم جدي الشيخ أحمد أبو هاشم أخو الشيخ علي الأصغر، ثم والدي الشيخ محمود أبو هاشم، والذي كان له أكثر الأثر في حياتي ومن التقيت معهم في رحابه، بدءا من فضيلة الإمام الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله الذي كانت تربطنا به علاقة نسب،
وكنا نلتقي به كثيرا، مولانا الإمام الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه. كنا نلتقي كثيرا في رحاب والدي، وبعد أن انتقل والدي كنت ألتقي به كثيرا. السيد محمد علوي المالكي من علماء الحجاز الشريف، ممن تأثرت بهم والتقيت به كثيرا مع الوالد وبعد الوالد، ومن علماء مصر الكثير والكثير، فضيلة الدكتور علي جمعة، فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، ممن تلتقي بهم أستاذنا الدكتور حسن راتب، مولانا طبعا سيدنا الشيخ محمد رضوان عليه رضوان الله، سماحة سيدنا الشيخ حسن عباس زكي، الدكتور حسن عباس زكي، كثر التقيت بهم وتأثرت بهم تأثرا كبيرا. لكن كان أساس هذا التأثر هو من الوالد، لأنه هو الذي نشأني هذه النشأة، وهو الذي كان يصطحبني إلى زيارة هؤلاء وإلى لقاء هؤلاء، وكأن هذا كان يعني تخطيط مسبق، لأنني كنت الذي سأخلفه في الطريقة، فكأنه كان يعدني ويجهزني بأن ألتقي بهذه الكوكبة من الأعلام لكي أتأثر بهم، ولكي يكون لهم تأثير واضح في أن ينعكس هذا على المجتمع الذي أتعامل معه والذي أعيش فيه. تظل الأشراف الحقيقة لهم سمات ولهم صلاح ولهم أنوار، لكن عايز مولانا الشيخ محمد يعني يفسر للناس العلاقة بين لا أسألكم عليه إلا المودة في القربة، وكيف تكون مودة آل البيت، وكيف تكون مودة هذه العلاقة وإيجاد الوصل بين آل البيت وبين باقي فنشرب من مشاربهم وننهل من مناهلهم. موضوع يستاهل أن احنا نقف قصاده شوية ليتعلم الناس في هذه الأيام المباركة محبة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت من آل بيت سيدنا الله رسول الله. فيك. الحمد لله، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علي بالنسب الشريف إلى سيدنا رسول الله، فأرتبط والحمد لله بسيدنا رسول الله بنسب ينتهي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ستنا فاطمة الزهراء، وأرتبط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند في الطريق وأخذ الطريق وأخذ العهد في الذكر إلى سيدنا رسول الله، إلى سيدنا علي، إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند في الحديث الشريف وكتب السنة، متصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله سبحانه وتعالى، أحمد الله على هذه النعم الكثيرة. أما آل البيت، فآل البيت هم السنة العملية، وهم السنة التطبيقية، وهم من نقلوا حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية إلى الأمة. لذلك الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. الرواية المشهورة التي يتناولها الناس ويتناقلها الناس: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وعترتي آل بيتي هي أعلى في الصحة من كتاب الله وسنتي، ولكن الناس اشتهرت بينهم كتاب الله وسنتي، وكتاب الله وعترتي هي أعلى في الصحة وأعلى في الدرجة. وهنا قال العلماء وقال المفسرون للحديث والشراح: لأن العترة هي التطبيق العملي للسنة، فأهل البيت هم السنة العملية، هم الذين نقلوا حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. إن كانت السنة اهتمت بالأقوال، فآل البيت نقلوا الأفعال والحركات، والسر ممتد فيهم إلى يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، طلب منا المودة في القربة لا لأهل البيت، ولكن لصالحنا نحن، أو لصالح من يود أهل البيت، لأن من يود أهل البيت سيتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال: كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. فعندما نود آل البيت فإننا نود الرسول صلى الله عليه وسلم،
عندما نتصل بآل البيت إنما نتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي ينتفع هنا هو المتصل وهو الذي أودهم. من يود آل البيت هو الذي ينتفع بهذه المودة، آل البيت لا ينتفعون بهذه المودة، ولكن هو الذي ينتفع بهذه المودة وهو الذي ينتفع بهذا الوصل، لأن بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيوضات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنعكسة عليهم ستنعكس على هذا، على من ودهم ومن زارهم ومن أحبهم ومن يعني عاملهم معاملة حسنة ومن قدمهم ومن ومن. كل من يفعل ذلك مع آل البيت فهو يعني مكروم بفضل إكرام سيدنا رسول الله، وتنعكس عليه هذه الأنوار وهذه النفحات من سيدنا رسول الله على آل البيت التي تنعكس على هذا الود. فعندما قال الرسول ذلك قصد إنما هو يريد أن ينفع الأمة، النفع للأمة والنفع للعباد، إنكم لن تنفعوا آل بيتي، فكفاهم أنهم من آل بيت سيدنا رسول الله، وليست يعني تعلوها أو ليست تساويها ميزة من الميزات، ولكن عندما نودهم ونقتدي بهم ينعكس هذا النور وهذا الفيض علينا، فننتفع نحن بهذه المودة وهذا الفضل وهذا الكرم. برغم هذا لكن سيدنا رسول الله في أدبه وكماله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتوني الناس بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم. نعم. وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فأراد أن يضع منهجا للناس أن ليس فقط النسب وليس فقط الوجاهة العائلية وليس فقط، ولكن الناس أمام القانون وأمام الشريعة سواسية. وهذا منهج عظيم لسيدنا رسول الله. تستشعر حينما تعيش في رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع في كل لبلة من حياته منهجا لحياة الإسلام والمسلمين. لكن سيدي الفاضل، لله معارج بعدد أنفاس الخلائق. نعم. وطرق الله سبحانه وتعالى كثيرة، لكن ليس الذي نوهوا له بالوصل كالذي أوصلوه في المستهل، لا ولا الذي أوصلوه في المستهل كالذي أجلسوه معهم في المحل، لا ولا الذي أجلسوه معهم في المحل كالذي صرروه فهو للسر محل، لا ولا الذي صرروه فهو للسر محل كالذي هو إياهم فدع عنك الجدل. الطرق إلى الله يعني محفوفة بنفحات كثيرة، لكن أيضا فيها بدع. نحن نريد أن نطهر هذا الدين العظيم من هذه البدع ونجعل معارج الله. فكلمني على طريق الله، الطريق السليم، الطريق الصحيح الذي يحدث فيه الوصل والوصال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الحوار المسلمين بالمدد الموصول يا رب العالمين. في الحقيقة يعني كثير من الناس، طبعا سيادتك أستاذنا وسيادتك أعلم، وأشرت إلى أنني أتحدث في هذا الموضوع لكي أوضح للمشاهدين والسامعين هذه المسألة الهامة. كثير من الناس يجهل أن الطرق إلى الله أو الطرق الصوفية أو المشايخ الذين يحملون طريقا إلى الله أنهم متصلون بسيدنا رسول الله وآخذون القبضة من سيدنا رسول الله بالتسلسل صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فجميع أسانيد مشايخنا الكرام تلتقي في سيدنا علي ابن أبي طالب، وكلها أخذت عن سيدنا الحسن والحسين وعن سيدنا الحسن البصري إلى سيدنا علي ابن أبي طالب، الأئمة الأربعة القادرية والشاذلية والأحمدية والرفاعية والدسوقية أيضا. والطريقة النقشبندية أخذت الطريق عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا أبو بكر الصديق الذي أخذ القبضة والذكر والعهد، هو سيدنا أبو بكر الصديق، ثم أخذها عنه ابنه محمد بن أبي بكر الصديق، ثم سلمان الفارسي. وهذا ينتهي سند القبضة عند السادة النقشبندية
إلى سيدنا أبو بكر، أما باقي المشايخ ينتهي سند القبض عن سيدنا علي بن أبي طالب. وتسلسل الإسناد والوصل يجعل هذا الأمر من الدين، ويجعل هذا الذكر والعبادة من الدين. والذكر والعبادة لا تأتي إلا بعد إتمام الأركان الخمسة. وكما هو معلوم للإخوة المشاهدين أن البدعة في اللغة هي كل مستحدث، وقد تكون بدعة حسنة وبدعة سيئة، كما نحن الآن نجلس على كراسي ونستخدم مكبرات الصوت والمايكات وما إلى ذلك، فهي بدعة حسنة، وهناك بدعة سيئة إذا كانت الأمر ضار أو شيء من الأشياء الحديثة الضار. أما البدعة في الشرع فهي مقيدة بأركان الإسلام الخمسة. من أحدث في أمرنا، حديث ستنا عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في ديننا أركان الإسلام الخمسة بالزيادة أو بالنقصان، لو زودت فيهم أو نقصت فيهم يبدية البدعة في الشرع. لكن نعود إلى ما كنا فيه، وهو الطريق إلى الله. أهل الله أخذوا القبضة مباشرة بالتسلسل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس، وكان أنقى الناس، وكان أصفى الناس، وكان هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم من الليل حتى تتورم منه الأقدام، فتقول له سيد عائشة: لما كل هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو المنهج الرباني، هذا هو المنهج الإلهي الذي رسمه الله للإنسان الكامل سيدنا رسول الله، والذي استمده منه آل البيت وأهل الطريق إلى الله. فمن يميز أو من يستطيع أن يفرق هو العبادة والعمل. ماذا يمر به هذا الشيخ؟ هل هذا الشيخ متصل بسيدنا رسول الله في القبضة والتلقين وأخذ العهد وأخذ السند؟ إذا كان متصلا، في ماذا يأمرني؟ يأمرني بأن أؤدي صلواتي وزكاتي وصيامي وحجي، ثم يأمرني بالإكثار من النوافل والذكر، ويبدأ معايا بمراحل ترتيب في الذكر وفي العبادة حتى لا يمل الإنسان فيخرج من العبادة، أو حتى لا تكسر عليه شرائع الإسلام فيستثقلها فيخرج منها، ولكن يكون هناك منهج تربوي في الترقي في أخذ الذكر والعهد والترتيب الأولويات، حتى يرتقي بهذا الإنسان بأن يجعله إنسانا على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيخ، أو هذا هو الشيخ الذي يعطي الطريق، وهذا هو الشيخ الذي يعتمد أن يكون شيخا لطريق، لأنه يقود السالك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاة الله. أما من يأمر الناس ببعض بأشياء ليس لها علاقة بالدين، أو ببعض أشياء من الخرافات أو من الخزعبلات أو ما إلى ذلك، فالإسلام منها بريء، وآل البيت منها براء، وأهل الطريق منها براء. فالمقياس من يؤدي أو من يلتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة، فهذا الشيخ يكون على قدم سيدنا رسول الله ويوصلك إلى سيدنا رسول الله. أما من يخالف هذا المنهج فعلى الإنسان أن يبتعد عنه وأن يراجع نفسه في هذه العلاقة، لأن هذه العلاقة قد تأخذ الإنسان إلى جهة أخرى، وقد تضطره إلى أفعال أخرى هو غني عنها. ويعني من المستحسن أن الإنسان يلتزم بمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بعد الكمال إلا الجلال، وليس بعد الجلال إلا الجمال، فأرنا جمال وجهك. ولد الهدى، وكلمة ولد الهدى معناها أن الهدى لم يكن موجودا من قبل. قال للمحبوب لما زرته من بابي. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو فضل الله وهو رحمة الله.
لكي ينادينا الحق من قبله يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ أين المتباذلون في؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. عندما ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما يراه القلب بعين الفؤاد لا تراه العين مهما أوتيت من البصيرة والبصر. عندما غربت في، فما هي رسالتك وقيمتك في هذه الحياة؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله. فلما جئته وأخبرني مولانا الشيخ أحمد رضوان أنني ابن خامس للشيخ أحمد رضوان، وقال عن نفسه أن شيخنا قال أنه الخامس ولكنه في الترتيب الثاني، ولم يأخذ المرتبة الثانية إلا لحبه لسيدنا رسول الله. بدأ هذا بحجر كان إذا ذهب إلى غار حراء سلم عليه: السلام عليك يا محمد. قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. أنت قمرنا، أنت سيدنا. يا عالما بالجملة، يا غنيا عن التفصيل، كفى علمك عن المقال، وانقطع الرجاء إلا منك، واستدت الطرق إلا إليك، أن تجعل لكل خطوة في يمشيها حسنة وبركة ورفع قدر وغفر ذنب. الحب هو أنت، والخير هو أنت، والنور هو أنت يا رسول الله. الأستاذ الدكتور حسن راتب، رجل الأعمال الوطني الشريف. ويعني لحسن حظي ان انا يعني التقيت وعرفت الدكتور حسن راتب منذ سنين عديدة وطويلة، وكلها الحقيقة كانت في فترة التعارف دي عرفت فيه سمات طيبة جميلة جدا انا مش هتكلم عليها، لكن احب اقول لكم انه فعلا رجل مصري وطني مخلص للنخاع. وانا بعمل جامعة سينا كانت النية ان القيمة هي تتعاظم والجدوى تتنحى. من الذي يستطيع ان يقيم جامعة في شمال سينا وفي مدينة زي العريش حيث كثافة سكانية ضعيفة جدا؟ الامر فعلا كانت الجدوى متنحية، لان مين هيجي لك من الطلبة؟ ولعل استاذنا الدكتور فاروق اسماعيل في يوم الايام واحنا قاعدين بنعمل المانيوال بتاع الجامعة قال لي: انا قلقان ان الجامعة دي ما جالكش فيها طلبة، مين هيجي لك في الجامعة هنا العريش؟ لكن قلت له: انا جاي على قدم سيدنا ابراهيم في واد غير ذي زرع، انا علي الاذان وعلى الله التلبية. في هذه الظروف وفي تلك الملابسات ربنا سبحانه وتعالى كانت النية في إقامة الجامعة: انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو لك. وسائل قدر في الفترة دي وزير تعليم عالي، هو أخ وصديق وأستاذ وصاحب مدرسة فكرية، هو أستاذنا الدكتور عمرو سلامة، وزير ابن وزير، لكنه حينما تجلس معه وتحاوره وتتعامل معه من قرب تشعر أنه بسيط، لكن بساطة بعمق، يعيش على الفطرة السمحاء لكنها فطرة مليئة بالذكاء، كله
قيم وطنية، فتتعلم ليس بحوارك معه فقط، تتعلم مجرد مجالستك معه، تتعلم معاه بالنظرة، تتعلم معاه في كل تصرف يتصرفه. سبحان من جعله جميلا في الخلقة والخلق. هذا ليس نوع من الإطناب ولا نوع من المجاملة لرجل له مواقف في حياتي جعلني أضع صورته في جامعة سيناء على أكبر مدرج، عرفانا بالجميل له في إقامة جامعة سيناء. دكتور عمرو سلامة، في شخصيات في حياتي أنا أعتبرك مش حجر زاوية، أنت صخرة كبيرة قوي لزاوية في حياتي. وقبل ما حضرتك تبقى وزير، وبعد ما حضرتك بقيت وزير، وبعد ما رجعت تاني وزير، وبعد دايما كانت العلاقة اللي بيني وبينك كانت علاقة فعلا ممن أثروا في ملامح شخصيتي وشكلوا في وجداني، وربنا سبحانه وتعالى حبانا بمشاعر. لأن حتى لما حب يعلم سيدنا رسول الله قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والقلوب بين أصابع الرحمن يحركها كيفما شاء. فسبحان من أودع في قلوبنا حب للدكتور عمرو سلامة. دكتور عمرو، شخصيات في حياتي، أنت شخصية من الشخصيات المحورية الهامة في حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا وسهلا، وأنا سعيد وشاكر ومقدر وبأشرف بأن أنا يعني شخصية في حياة الدكتور حسن راتب. فيعني أنا يعني مقدر جدا هذا الأمر، وشعر بفخر كبير أن أنا أكون يعني شخصية من شخصيات اللي الدكتور حسن راتب وأنا الحقيقة لما يمكن يعني عرفت الدكتور حسن راتب إزاي وإمتى وإيه اللي خلى يبقى فيه التقارب دوت. أنا عرفت الدكتور حسن راتب وأنا نائب رئيس جامعة حلوان، وأنا في يوم من الأيام عميد كلية الخدمة الاجتماعية في ذلك الوقت قال لي والله في راجل أعمال وجاي علشان خاطر يناقش معانا رسالة ماجستير أو دكتوراه وعن المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال. ما عارفش تفتكر الكلام ده ولا مش المسؤولية الاجتماعية رأس المال أو رأس المال وممكن بعد ما نخلص المناقشة نيجي نقعد معاك ومش عارف. قلت له طبعا أهلا وسهلا، وهي ديت بداية المعرفة بالدكتور حسن راتب الحقيقة، وتطورت بعد كده. يعني القعدة ديت أثمرت فعل خير كبير جدا، يعني يمكن الناس ما تعرفش قبل ما يبقى فيه جامعة سينا وكل الكلام دوت ان الدكتور حسن ساعتها وفي هذا اللقاء وما بعده الحقيقة عرض ان هو يتبنى مجموعة من الطلبة الغير قادرين، والحقيقة يعني الراجل التزام شديد جدا لعدة سنوات متتالية الحقيقة بتبني ومجموعة من الطلبة الغير قادرين حقيقة ودوت يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش الكلام دوت. أنا حبيت أقول إزاي إحنا التقينا وإزاي إحنا تعرفنا وإزاي إن هذا التعارف تسبب في يعني خير كبير. الله، هو من صلح أوله صلح آخره. كانت البداية فعلا حرك، يعني عدت إلي هذه الذاكرة الجميلة، كانت البداية فعلا كان رسالة في تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، وكان بناقش هذه الرسالة وأنا كنت أستاذ مشرف من الخارج. والحقيقة كنا بنتكلم في المنهج العلمي، وكنا بنتكلم في أن إزاي أن تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال ما هوش منا من الغني على الفقير، ولا منا من القادر على غير القادر، لا بالعكس، ده يعني يحقق سلام اجتماعي واستقرار اجتماعي اول من ينعم بيه الغني واول من ينعم بيه القادر. وكانت موضوع الرساله موضوع كويس قوي. وعلى فكره يا دكتور، انت فكرتني، انا ليا مع جامعه حلوان اصدقاء كثر، ورؤساء جامعه حلوان والله يرحمه كان دكتور حسن حسني من اعظم الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي. وانا كنت فعلا كان ليا مجموعة من الطلبة كل سنة
لازم بديهم منح طبعا. كانت المنحة في حدود حوالي 500 جنيه تمام. لتغطية تكاليف الطالب، لكن كان ده بيربطني بالطلبة، لكن الأعظم من ده المحاضرات اللي أنا كنت كل سنة على الأقل ليا من 3 إلى 4 لقاءات مع الطلبة طبعا. وكانت ما تبقاش محاضرات، كانت بتبقى مناقشات طبعا. والله العظيم كنا نتعلم من الطلبة طبعا. من طريقة أسئلتهم طبعا. من طريقة حوارهم، ولذلك نحن نريد أن نعيد، وأنت صاحب مدارس فكرية دكتور عمرو، نريد أن نعيد المدارس الفكرية مرة أخرى طبعا. علاقة التلميذ بالأستاذ طبعا. محمد عبده كان تلميذ في مدرسة جمال الدين الأفغاني مظبوط صح فأستاذ عظيم يوجد تلميذ عظيم، فالأستاذية والتلمذة مع عالم السوشيال ميديا مع عالم الثقافات المتغيرة، كيف نعود مرة أخرى بالجامعة؟ وهو دوت دور الجامعة الحقيقة يعني احنا بنتكلم على الجامعة ودورها في المجتمع، وإنها جامعة مش مكان فقط للطالب إنه يتعلم، إنما هي مكان لبناء شخصية متكاملة. والشخصية المتكاملة دي ما بتجيش من انك انت تدرس كتاب وبس، انما انك انت بتلتقي باساتذة وبتعلم منهم وبتلتقي بمجتمع وبتمارس انشطة رياضية وانشطة ثقافية وانشطة اجتماعية، كل دوت في الاخر. وبعدين انت وزميلك الطلبة في الجامعة وزميلاتك والتعامل مع بعض والتعاون مع بعض والعمل في فريق، كل دوت بيبني شخصية المواطن الصالح اللي يقدر يطلع بعد كده يخدم وطنه. انما انا عايز ارجع قبليها برضو، وعشان كده بس قبل ما اخسيب الهضة ديت، وعشان كده النهاردة كنا في مرحلة ما بعد الكورونا، والناس اللي بتتكلم على ان التعليم هيصبح كله تعليم عن بعد بالقطع احنا لو عملنا كده هنفتقد حاجات كتير، ولابد ان احنا نمزج التقدم اللي حصل بالجزء الخاص بان لا مش لازم افصل الطالب او الطالبة عن مجتمع الجامعي اللي بيبني شخصيته كشخصية متكاملة من نواحي كثيرة. انما انا الحقيقة يعني برضو عايز ارجع اقول ان الرسالة اللي عملت ديت في كانت يمكن خلصت 98 سنة 1998 في الوقت ده، ويمكن كانت فكر متطور جدا المجتمعات ابتدت تحس بيه، ويمكن بنشوف النهاردة الدور الكبير اللي بتلعبه مؤسسات المجتمع الأهلي اللي بينشئها رجال أعمال وبينشئها مؤسسات أعمال مختلفة علشان خاطر تحط إيدها في إيد الدولة وتحط إيدها في إيد المجتمع وتنهض بيه. هو شوف حضرتك، أنا الحقيقة حضرتك أشرت إلى نقطة في جوهرية جدا، المجتمع المدني دائما المجتمع المدني يتحمل دور في النهضة، في نهضات الأمم، بالذات لما يكون المجتمع المدني ده عنده وعي، والوعي والثقافة تأتي من منابر التنوير، ومنابر التنوير الجامعة منبر مهم جدا، لأن الجامعة مش تأثيرها في الطلاب بتوعها، تأثيرها في المحيط بتاعها. والله العظيم أستاذنا الدكتور عمرو سلامة، أن جامعة سيناء في العريش غيرت ديموغرافية وسيكولوجية والإنثروبولوجي بتاع الناس اللي موجودة تغييرا كبيرا جدا، ويكفي أن يكون حصاد يدك الطيبة الكريمة وقرارك الواعي. أنا هرجع للنقطة بتاع جامعة سيناء الحقيقة، لأن لازم نتكلم فيها، إنما برضو زي أنا برضو أأكد على كلام حياتك في أن دور الجامعات، الجامعة لما تحط في مكان بتغير من المجتمع تغيير جذري. إحنا كلنا وكلام كلنا عارفين أن الجامعة لها 3 أدوار رئيسية، الدور التعليمي والدور البحثي ثم الدور خدمة المجتمع، وان من غير الثلاث ادوار دول عمر ما الجامعه تكون قادره على انها تؤدي دورها الحقيقي. وعشان كده زي حضرتك بتقول هي لها دور تنويري خدمي على اعلى مستوى. الجامعات الحقيقه زي في مدن في الدول المتقدمه قائمه على ان متواجد فيها جامعه،
يعني المدينة قائمة على جامعة. ولايات في أمريكا. ولايات في أمريكا. كاليفورنيا. قائمة. يعني فلوريدا. بس أدي أمثلة. فلوريدا. لكن في الآخر هي في الآخر الجامعة هي العصب الرئيسي لقيام مجتمع ومجتمع قوي ومجتمع قادر إنه يخدم بقية المجتمعات. وبالتالي طبعًا أنا متأكد إن جامعة سينا في مكانها في العريش أثرت تأثير غير طبيعي في الحياة هناك في هذه المنطقة. احب ارجع بقى لموضوع الجامعة وازاي قامت الجامعة دي. لان الحقيقة قعدت في مكتبي وقالوا لي في وفد كبير كده من الدكتور حسن راتب ومعاه وفد من كذا واحد يمكن حوالي 8-10 من سيدة كده. ويمكن كان معاك وكمان الاستاذ الدكتور معايا الوزير محمود الشريف. محمود الشريف كان رئيس الجامعة او رئيس جامعة. مظبوط. وبعدين دخلتوا عليا وقلت لي بقى احنا عايزين نعمل جامعة في العريش. انا قلت له انت متأكد عايز تعمل جامعة في العريش؟ قال لي قلت له بص لو انت عايزين تعملوا جامعة في العريش انا وراكم 100%. صح. الموضوع يعني بالنسبة لأي انسان وطني مخلص لو ما شافوش يعني ما يتشافش بس كجامعة ودورها اللي احنا بنتكلم عليه دوت. لا هو اكبر من كده بكتير في هذه المنطقة العزيزة الغالية على ارض مصر علينا كلنا كمصريين. الفكرة بقى هنا هو وانا احب اقول الكلام ده يمكن اول مرة اقوله على الهوى يعني اقوله في برنامج ان احنا كان الجامعات الخاصة بدأت بقانون 94 ابتدوا اربع اول جامعات في سنة 1996 والدنيا وقفت على كده. وانا لما جيت كسلمت مهامي كوزير للتعليم العالي الحقيقه وابتديت ابص في الجغرافيا بتاعه مصر ولقيت ان احنا عندنا كان 12 جامعه حكوميه واربع جامعات خاصه ويمكن كنا في ذلك الوقت في حدود 80 مليون نسمة يعني اتكلم في 16 جامعة على 80 مليون نسمة. هذا امر لا يؤدي ابدا الى تنمية حقيقية وسليمة للمجتمع. ولما نبص كده في العالم كله بنلاقي ان احنا المعدلات بتقول ان انا لازم يبقى عندي جامعة لكل مليون او بالكتير لكل 2 مليون نسمة. صحيح. فالحقيقة انا ابتديت ابص طيب احنا نتحرك ازاي. قلت لهم احنا نتحرك ان احنا نعمل جامعات حكومية ولازم نعمل جامعات حكومية لكن لازم طالما ان الدستور بيسمح بيفرض ان الدولة تقدم التعليم فعندنا لازم جامعة حكومية في كل محافظة بتقدم التعليم المجاني اللي ملتزمة به الدولة الدستورية. انما مفيش ما يمنع واحنا شايفين اولادنا بيسافروا يدرسوا بره واحنا شايفين ان انا بقى ادي البديل داخل مصر بجامعات خاصه وجامعات اهليه. والحقيقه لما ابتديت اتكلم الكلام ده ناس كتير قالوا لي وانا هنا لازم ارجع الفضل برضو لساعتها وهاجي لك لمين قلت لا انا لازم ابتدي اتكلم في هذا الموضوع واتحرك في الحته دي. وبالفعل اتفقت مع معالي رئيس الوزراء ساعتها عملت شوية دراسات كده وبتاع وعند مجموعة أرقام وقعدت مع الدكتور أحمد نظيف ساعتها رئيس الوزراء وقلت له كذا كذا كذا. قال لي طيب احنا مرة لما نقعد مع سيادة الرئيس لأن هو كان هو الموقف الرئيس مبارك رحمة الله عليه كان هو موقف الجامعات الجديدة قررت وقلت له طيب. وكان في اجتماع في احد الايام مع الرئيس مبارك وكان الاجتماع دوت ما كانش بيناقش التعليم العالي كان بيناقش التعليم ما قبل الجامعي وكان في موجود فيه مجموعه كبيره من الوزراء رئيس الوزراء ومستشار طنطاوي وزير الدفاع ووزير الاتصالات ووزير التنميه الاداريه ورئيس وزير التربيه والتعليم طبعا وزير التعليم العالي ورئيس لجنه التعليم في مجلس الشورى ورئيس لجنه التعليم في مجلس الشعب. واحنا خلصنا الاجتماع وهو الحقيقه يعني كان الدكتور احمد نظيف برضو نصحني نصيحه كويسه وقال لي يعني
بص احنا في اي لقاء لو لقيت ان رساله الرئيس يعني متقبل لك الكلام فيعني اعرض الموضوع. فهو فعلا احنا واحنا قاعدين وفي اخر الجلسه الرئيس مبارك، هو الرئيس مبارك كان شخصيه لطيفه جدا يعني اللي ما اقتربش منه، قعد ابتدى يحكي لنا على بعض الانشطه اللي هو بيعملها واللقاءات اللي عملها مع رؤساء الدول، ويحكي يعني بيدينا فكره عن الامور الدوليه والامور الداخليه وبتاع. وبعدين قال في الاخر يعني حد يحب يعرض عليا يقول حاجه رايه ولا حاجه. فالحقيقه انا كنت محضر فلاشه صغيره كده اهوت وفيها خمسه سلايد، خمس شرايح عبارة عن ان انا بقول الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر ايه، عدد السكان في مصر احنا متوقع نبقى قد ايه سنة 2030 و 2050، والنورمز العالمية بتقول ايه وكل الكلام دوت. وفي الاخر حطت طلب بمجموعة حاجات، مجموعة الحاجات دي انا ابتديت شرحت الاول اللاندسكيب دوت او الوضع الحالي دوت، وبعدين بسرعه قلت له يا سياده الرئيس انا عندي حاجه هتاخد خمس دقائق. فقال لي اتفضل، قلت له ممكن اعرض حاجه؟ قال لي اعرض. فعرضت السلايد دوت ما عدا السلايد الاخراني او الشريحه الاخرانيه. قال لي يعني انت عايز ايه؟ قلت له انا عايز الحاجات اللي في الشريحه الاخرانيه دي. كانت الحاجات ديت عباره عن ايه؟ ان احنا ناخد نعمل جامعات حكوميه، نتوسع بقى نفصل الفروع بتاعه الجامعات الحكوميه كخطوه اولى تبقى جامعات مستقله، وبعدين نبقى عندنا في كل محافظه جامعه حكوميه، ثم ان احنا نفتح الباب للجامعات الخاصه انها تبتدي تشتغل، ثم ان احنا نحط حاجه جديده اللي هي الجامعات الاهليه، الجامعات الغير هادفه للربح. فهو الحقيقه يعني الراجل ده عشان كده بقول لك كان راجل ممتاز يعني. الحقيقه انا سعدت جدا بالرد بتاعه. هو لما شاف الواقع وشاف الارقام واقتنع بيها لحظيا يعني، فقال لي يا دكتور عمرو خلاص انت اللي هتبعته لي انا موافق عليه. دوت خلاني لما انت جيت لي واخد بالك وبتقول لي انا عايز اعمل، انا كنت بعد، انا عندنا كان طابور طويل يمكن 20 جامعه متقدمه تقريبا للحصول على تراخيص، وانت لما بتقول لي انا عايز اعمل قلت لك لو انت هتجد في الموضوع دوت انا يعني كوزير تعليم عالي حدي دفعه واولويه صحيح لهذا الامر بقدر الامكان. وبالفعل مشيت الامور في مجلس الجامعات الخاصه ثم مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء حط جامعه سينا من اوائل الجامعات اللي تتبناها، وكانت يمكن من اوائل القرارات اللي طلعها رئيس. هو انا ما زلت اذكر دكتور عمرو ان انت يوميها قلت لي بس خلي بالك ان الجامعات واقفه شويه فهنحط فلوس، لان كان لازم نحط وديعه. أيوة. على الاقل حوالي 20 مليون جنيه 20 مليون. وبعدين قلت لي وناس بقالنا 10 سنين ما طلعناش قرار فخلي بالك، وبعدين قلت لي خلي بالك ان في 20 جامعه متقدمه قبلك. صح. لكن انا معاك. صح. فقلت له انا ابقى 21. صح. فتقدمت نمره 21. فلما بدات فتح قانون الجامعات، وده بقى ايه الملفت للانتباه واللي الناس لما تسمعه يعني هتسعد بيه، لما اتفتح قانون الجامعات والرئيس وافق فبدأ يقول ادونا 10 نعرض على مجلس الوزراء 10. فحضرتك حطيت في العشرة برغم ان انا كنت 21 جامعة سينا نتيجة للايه؟ للتميز الجغرافي انها موجودة في حتة نائية. مسألة وطنية يعني واضحة. فحضرتك لما راح مجلس الوزراء قالوا لا هنبعت الرئيس 5 بس، لما بعت الرئيس 5 بس فقالوا برضو في تميز جغرافي لجامعة سينا نحط جامعة سينا من ضمن الخمسة. فلما لاح الرئيس ما طلعش غير قرار واحد فتح جامعة سينا يوميها. والله العظيم قريت في الجورنان شأن أي واحد في الأهرام، الرئيس يصدر قرار بإنشاء جامعة خاصة في سينا. وأنا كنت على فكرة متقدم ليها جامعة أهلية، لكن ما كانش فيه ساعتها قانون الجامعات أهلية، فقلت لي خليها خاصة ولما ينشئ قانون الجامعات. ولكن عايز أقول لك على حاجة بقى دكتور عمرو، أقسم بالله أنني لا أتعامل معها كجامعة خاصة. يكفي أن حضرتك تعرف أن ثمرة قرارك اللي حضرتك خدته والدعم اللي أنت عملته ده النهاردة نتائجه
ان انا عندي 4000 بدوي بسم الله ما شاء الله متعلمين من سينا مجانا. كان كل سنه باخد من 100 ل 150 منحه مجانيه من بدو سينا. انا النهارده بقى لنا 15 سنه واخد بقى حاجه في الجامعه. فانت عندك 150 واحد في 15 سنه يعني عندك على الاقل 4500 واحد بدوي متعلمين مجانا على حساب الجامعه. وده على فكره يعني لا يعني ده يذكر الحمد لله لجامعه سينا طبعا. الدور الاجتماعي اللي عملته ما كانش بس بيخش الجامعه يخش الجامعه يقعد في الكامبس. انت عارف سينا متراميات الاطراف فيجي البدوي يقعد في الكامبس بتاع الجامعه ياكل ويشرب مجانا واحيانا ندي بوكت ماني عشان الناس تعيش في نفس مستوى الطالب اللي بتاع مصاريف. فكانت رساله الجامعه الحقيقه ولذلك لو انا عايز بس اكد لك كمان بقى مش ده مش كده وبس يعني اولا الجامعه دي لما طلع قرار جمهوري بتاعها ودي من الجامعات يمكن قد تكون الوحيده انا ما اعرفش بعد كده حصل ايه طلع بكل الكليات اللي بقدمينها 14 كليه كل الكليات وبجميع المراكز البحثيه اللي موجوده فيه موجوده في صحيح صحيح. ودوت يعني الحقيقه كانت حاجه متميزه ودوت كان له تاثيره يعني جامعه سينا انا متابع وشايف جامعه سينا عملت غير التعليم غير التعليم لكن الدراسات والابحاث اللي قدمت للدوله من جامعه سينا واللي تم واللي اتعملت صح واخد بالك يعني انا عارف كويس قوي ان في حاجات كتيره جدا صحيح احنا كنت اقدر بقى انك انت لكن انا كنت متابع هذا الامر احنا في مجال الانثروبولوجي لان هي في عقديتين في سينا مع الوزير من العقديات اللي موجوده في سينا التراكيب الاجتماعيه صح بدو وحضر والحدود في المنطقه دي خطوط وهميه عبرتها الانساب وعبرتها صدام لان غزه كانت مفتوحه فكان الاتجاه دايما ناحيه الشرق مش ناحيه الغرب صح. كان لما نيجي نعدي القناه زمان كان مشكله لكن لما تروح غزه بين فاذا السواركه هنا وهناك ترابين هنا وهناك الحيط الحوات هنا وهناك العزازمه هنا وهناك اكتر واخبار حاجه زي فاذا هذه منطقه لها طبيعه خاصه صح. فدراسات الانثروبولوجي كانت دراسات مهمه جدا وانا اعتقد ان جامعه سينا من اهم الجامعات اللي عملت في الدراسات الانثروبولوجي مجال كويس صح. مش بس كده الصيدله والاعشاب الطبيه صح. اللي موجوده ودي صح. منطقه متميزه جدا تمام. في الاعشاب الطبيه تمام. قدمنا دراسات لوزاره الري وقدمنا دراسات حتى في مجال السياحه حاجات وفي يعني مجال الصحه وفي مجال ولنا دور الحمد لله كانت الجامعه لها رساله جميله صح. وعلى فكره كان تقييمنا للطالب بالدور الاجتماعي اللي بيعمله في مجتمعه نعم. وبعدين كان على الاقل فيها من 25 ل 30% نعم. من ابناء سينا صح. ودي كانت ميزه وقيمه نعم. كبيره وبعدين وعلمت كل ابناء الجمهوريه نعم. انهم يروحوا سينا يتعلموا هناك لدرجه ان الشقه في المسعيد كانت ب 100 جنيه ب 200 جنيه في الشهر ايجارها بعد الجامعه وصلت الشيء 4000 5000 جنيه ايجار هي كده هو ده فأقول لحضرتك الجامعه الحقيقه اوجدت حاله في سينا كان في 24 تاكسي بقى في 3500 تاكسي انا بدي لك ارقام غريبه الجامعه اوجدتها ده مش كده وبس كمان انت قدرت الجامعه قدرت انها تجتذب اولا مجموعه من رؤساء الجامعات المتتاليين المتميزين ايوه المتميزين حقيقه فاروق عبد القادر بعد كده كان رئيس جامعه قناه السويس ثم الدكتور حاتم البولك كان احد المساعدين حلوان طبعا وكل حاجه كان في جامعه حلوان يعني وقبلهم الدكتور محمود الشريف انا قصدي يعني مجموعه والمجموعه ديت قدرت انها تجتذب على الرغم من الوجود في العريش وعلى الرغم من الظروف اللي احنا كلنا شايفينها مجموعه من اعضاء التدريس اللي اخلصوا وكانوا حريصين ان هم يجوا يقدموا الخدمه التعليميه والبحثيه المتميزه داخل جامعه سينا.
سعدت سعادة بالغة بما رأيتهم اليوم في جامعة سينا. الحقيقة لما أتذكر لقاء العمل في مكتبي أيام كنت وزير تعليم عالي، وجاء وفد يمكن كان حوالي 5 أشخاص يمكن أو 6، دكتور حسن راتب ومعهم مجموعة من الزملاء، وقالوا لي احنا عايزين نعمل الجامعة في سينا. سينا من الأراضي الغالية العزيزة عليا جدا، ويمكن لم أشعر بأن أنا قتلت في حرب 73 أو 67 لأسباب دراسية أو سنية، إنما يمكن دخلت أرض سينا ديت وهي بتتحرر من إسرائيل كمهندس، ويمكن في يوم من الأيام في الأوائل كده انفجر في العربية اللي كنا راكبينها لغم. وبنظر لهذه اللحظة الحقيقة وأنا بحب سينا وأعشق سينا وبأرى فيها أهمية استراتيجية كبيرة جدا. سنة 94 كنت بعمل مؤتمر جديد كده في مجال البناء والتشييد متخصصي، وفي ذلك الوقت كنت عايز أعرض في هذا المؤتمر مشروع قومي كبير أجمع حواليه المهندسين والشركات المصرية. في نقاش مع الدكتور كمال الجنزوري في ذلك الوقت الحقيقة قال لي إيه، اعرض مشروع قومي لتنمية سينا. مش عندي فكرة عن مشروع قومي لتنمية سينا، والحقيقة رحت قعدت مع الماسك مسؤول عن المشروع الدكتور إبراهيم حمودة، عشنا الأمر وتعرض هذا المشروع في هذا المؤتمر بالتفاصيل، والحقيقة جمع قلوب ناس كتيرة جدا على ما يجب أن يجري ويحدث في سينا. واللي أنا شفته النهاردة من العرض اللي قدمه الدكتور محمود الشريف الحقيقة أسعدني جدا أن ما زال هذا الموضوع في ذاكرة المجتمع المصري. اتبنى في نفسي وفي وجداني أمور كثيرة جدا عن سينا، بحيث ان اول ما الدكتور حسن راتب قال عايزين نعمل جامعة في سينا الحقيقة يمكن اخدتش مني عدة ثواني ان اكون مرحب جدا. ناس كتير جم قالوا عايزين نعمل جامعات، انما يمكن مع جامعة سينا بالذات شعرت برغبة ملحة وبأمل كبير لان يتحقق على ارض سينا الانجاز اللي احنا كلنا بنصبر اليه. ده بالاضافة بقى الى معلوماتي عن الدكتور حسن راتب، انا كنت نائب رئيس جامعة وكنت رئيس جامعة، واعلم ما يفعله هذا الرجل مع طلبة وطالبات الجامعات المصرية المختلفة من دعم بشتى الطرق اللي مفيش داعي ان انا اتكلم عليها النهاردة. حسن راتب سميته عارف سينا، وهذا مسجل في كتاب الأخوذ الأحمر الأولى الذي دخل فيها سينا. أنا مو عاشق، لأن العشق يدخل في الوجدان مش حاجة مصطنعة، وبالتالي العشق يؤدي معه انتماء. هو مصر، هو يحب مصر، يحب تراب مصر، وانا اعتقد ان دي يعني حالة صحية نفتقدها اليوم. وهذا الكلام انا اوجهه الى ابنائي وبناتي اوائل الثانوية العامة، لان عليهم رسالة. طبعا العشق له معاني واطراف كثيرة، ولكني هنا اقول عشق مصر وحب مصر والانتماء لمصر. عايز اقول لكم النجاح هنا كان عنصر حاكم في اهل سينا. اهل سينا اللي انا اعتبرت نفسي واحد منهم واعتبروني واحد منهم، هم اللي بيدفعوا دايما النجاح، بدلوني حب الحب، مشاعر طيبه مشاعر طيبه، دايما هم الدافعين بالخير هم. ولذلك مهما قلت عنهم ومهما اتكلمت عليهم هم بالنسبه لي انا فعلا قاعد هنا في معيتهم وفي عشرتهم وفي ضيافتهم، ودي قيمة كبيرة إن الواحد يقعد في مكان
مش الارض بس هي اللي بتحبها ولا هو اللي بيحبها، الناس والبشر كلهم. الشخصية اليوم اللي أنا بستضيفها في شخصيات في حياتي شخصية محورية، شخصية أضافت لي كثير وأنا في مشوار الحياة الذي كان مليء بالتحديات في منطقة عقدية صعبة وهي سيناء. كان عضو مجلس أمناء الجامعة وكان دائما صاحب رأي وصاحب رؤية، مفيش مرة افتتحنا مشروع كبير أو افتتحنا الجامعة أو بالعكس كان يشارك معي في حركة البناء وحركة التطوير وحركة الافتتاحات، وكان دائما ما يؤيد ليس بالكلمة لكن بالكلمة والفعل والعمل. إنه المستشار عادل حسين، هذا الرجل الذي أحببته، تاريخه حافل مشرف مليء بصفحات كتبت بأقلام من نور، لكن من أيام ما كان محامي عام إلى ما كان يجلس على منصة القضاء ليحكم بين الناس بالعدل إلى أن أصبح رجلا سياسي مهم لأهم محافظة من محافظات الوجه البحري، ثم هو تاريخ حياة في الحقيقة. لا إذا أردنا أن نتكلم عنه سنسرد حلقة كاملة، لكن أردت أن أختصر، فإذا زادت المعرفة قلت العبارة، وتحت هذا الزعم هو المستشار عادل حسين. أهلا بيك سيد المستشار. ربما غلبت شهرته كمحافظ للمنوفية ومن بعدها القليوبية لسنوات طويلة قدم خلالها أداء مختلفا منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي إلى عام 2011 حتى لقب بشيخ المحافظين. وسبقها مسيرة أخرى للمستشار عادل حسين كانت ممتدة ما بين النيابة والقضاء في فترة من الفترات المليئة بالأحداث الساخنة التي كان هو شاهدا عليها ومحققا في العديد منها، وبين هذا وذاك هو مرجعية قانونية وصاحب نظرة مختلفة ورؤية واضحة للتنمية المحلية في مصر. مسيرة مشرفة خاضها المستشار عادل حسين مما يجعله رمزا من رموز هذه الأمة. مقدمة الحقيقة خجلتني بيها، وبينما هي لخصت هذه العلاقة اللي بيننا تتسم بالمحبة والاحترام والتقدير، ونوهت انت الحقيقة بأكثر من يعني مجال يطول الحديث فيها طبعا، إنما صدقتي لك وصلتي بيك منبعها الاحترام ومنبعها ما قدمته. وأنا بطبعي يمكن كقاضي يعني حذر في العلاقات، ماليش علاقات متسعة يعني كتيرة وإنما محدودة للغاية. هذه العلاقة اللي يعني اللي بيني وبينك وامتدت يعني أكثر من 15 سنة لو تتذكر، يعني بدأت لما كنا في مشوار النمسا مع بعض ودي واقعة لابد أن أنا أنوه بيها. أيوة. يعني مهمة جدا نبدأ بيها الحديث. كنا ما احنا راجعين من النمسا كنا في مشوار الحقيقة مشترك، لك مجالاتك ولي مجالات. أيوة. الحقيقة كنت رايح علشان أشوف النمسا وتجربتها في تدوير المخلفات والأخره مع المشروعات اللي انت كنت حريص عليها الحقيقة. بعدين رجعنا بقى يعني من خلال مطار روما. أيوة. لو انت تذكر فاكر. وحبيت ان انا يعني من الفري شوب عجبني حزام قلت اشتريه يعني. صحيح. فتبين ان الفلوس اللي معه ما كفتش، فلجأت لك واستلفت منك يعني اللي انا فاكره كده كان 2500 ليره وقت ما كان فيها ليره تقريبا. والله كويس ان حضرتك فاكر يا فندم عشان انا فاكر. ما لا انا فاكر كويس يعني. وخدتهم ومش عارف بقى 250 ليره ولا 2500، المهم يعني، واشتريت الحزام
وكل شويه انت بتطالبني من المبلغ ده وانا برفض اسدده. والله يا فندم الحقيقه انا كنت معذور في الفتره اللي فاتت دي ومع الكورونا ممكن حضرتك تسدده. على كل حال المبلغ كبير قوي والله. يعادل 20 30 جنيه باين؟ لا كان 2 جنيه ونص. كان ما يعادل 2 جنيه ونص. طب والله كويس. ولغايه دلوقتي انت بتطالبني بال 2 جنيه ونص. والله يا فندم الامانه. فانا فقلت لا انا مش هسدد لك على اساس تذكرني دايما. ايوه. وقد كان يعني دي منبع الاستمراريه في انك اخترتني الحقيقه في عضو مجلس وانا جامعه سينا. مع الحقيقه ان انا فرصه ان انا اشكرك على يعني مساهماتك قد لا تتذكرها وانما اذكرك بيها. وانا محافظ كنت بحتاج دايما الى دعم لتدريب ولقاءات خاصه بالشباب مع شباب اوروبا. وباعتبار ان انا رئيس للجنه الشراكه الاورو متوسطيه ومقرنا باليرمو في ايطاليا. صحيح. وللعلم انا لازلت رئيس لهذه اللجنه حتى الان. ايوه. وهي تضم جميع محافظي وعمد وحكام البحر المتوسط. فكنت سند انك تدعمني لتنفيذ برامج خاصة بلقاءات الشباب والأنشطة والتقارب بين الشباب المصري والشباب الأوروبي، وأيضا لبعض برامج تدريب العاملين في الإدارة المحلية على هذا النطاق. فدي رؤية أنا حمدتها لك الحقيقة، فبأشكرك عليها. يمكن تنسيت لكن لابد. لا هو شكر على واجب. أنا من المؤمنين قوي أن سيادة المستشار كان دائما صاحب رساله في كل منصب حضرتك شغلته. الله يخليك. انا كنت اتابع القضايا الخطيره اللي انت حكمت فيها واللي انت كان ليك فيها دور محوري وانت محامي عام. ده صحيح يعني. وكنت اتابع ايضا وانت محافظا للمنوفيه. المنوفيه والاليوبيه. والاليوبيه بعد كده. كنت متابع، فكنت حاسس ان حضرتك مش منصب سياسي ولا راجل على رأس جهاز حكومي راح، لا انت كنت صاحب رسالة. واصحاب الرسالات في اللي ليهم يعني قيم بداخلهم، الواحد يعني ما بيصدق يكون مش داعم ليهم، ينتمي اليهم بأي طريقة. فده مش ده 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 ده, ده أنا شيء متواضع. انا اشكرك انك انت فاكر، بس اسمح لي الاول قبل ما احكي لك وقت مرحلة وانا في النيابة العامة. الحقيقة أنا قعدت في النيابة العامة 20 سنة والقضاء على المنصة 13 سنة، يعني قبل أن أعين محافظ يعني. بس اسمح لي أن أنا يعني يتعين علي أن أنا أنوه بهذا الجهد الرائع اللي أنت عملته في سيناء، وأعتقد من غير ما يعني أهون من الآخرين يعني أنك كنت من أوائل وعمد تعمير سينا علميا واقتصاديا. الجامعة ده شيء كبير قوي قوي، وأنا لما اقتربت من هذا المشروع ويعني وكنت معك في مراحله حي وقفت أن هذا المشروع ليس فقط مسألة جامعة عادية، لا مش جامعة عادية، ده جامعة في صحراء سينا لتعمير سينا، ويعني كانت سببا في خدمة يعني أهالي فلسطين لأنها قريبة يعني طلبة موجودين. صحيح صحيح. تنمية شباب سينا. علميا ومساعدتهم أدبي يعني ماليا وأدبيا. صحيح. إلى آخره من خلال المنح المجانية اللي كانت. ثم مصنع الأسمنت اللي أنت فتحت بيه مجالات الحقيقة فرص عمل جيدة. وأنا يعني كنت في حديث مع بعض الجهات والشخصيات قريب بعد نداء السيد الرئيس بالتوجه لتعمير سينا، وكان له عتاب على بعض رجال الأعمال أنه بيقول لهم يعني أنا فتحت وناديت ولم يأتي أحد. لا، قبل هذا النداء كنت أنت موجود في سينا. صحيح. من خلال الجامعة ثم من خلال 38. بس عشان ما انساش 38 سنة موجود هناك. أنا عشان ما انساش يعني هذا هو الطريق الحقيقي لتنمية سينا وتعميرها. هذه الجرأة اللي انت الحقيقة يعني
تشبعت بيها وقمت بهذه المشروعات. فأنا بشكرك، وأنا بدي المثل دايما لما بجي أتكلم بقول لهم في مثال حي موجود. فالحقيقة يعني بارك الله فيك في هذا الأمر. ربنا يبارك فيك يا فندم. اليوم لم تكن هناك احتفالية لوضع أساس لحجر، وإنما لوضع أساس لبشر. هذه المؤسسة التعليمية هي أساس لبشر، تعليم بشر، تعليم أبنائنا هو الهدف من هذا الذي اجتمعنا من أجله اليوم. موفق إن شاء الله، ويدا بيد لكل الأعمال التي تقوم بها إن شاء الله. لعلكم لاحظتم أن الدكتور حسن، لمن يعرف أنه صلتي به سنوات ممتدة، وهو حريص على أنه دايما يخليني جنبه ويدعوني، وأنا عارف ليه السبب. السبب أنه كنا مرة في النمسا ورجعنا ترانزيت في روما، كنت بشتري حزام ما كانش معايا بقية الفلوس بتاعتها، فاستلفت منه 2500 ليرة من قبل اليورو والكلام ده، يعني كان وقتها باتنين جنيه ونص، ولا زال بيطالبني ولا زلت أرفض عشان يجري ورايا عشان أسدد له الدين. فعشان تبقى بس عارفين إيه السبب، إنه كل شوية يقول لي اتفضل في عشاء تعالى اتنين جنيه، أما 25 جنيه. بس بعرفكم السبب علشان يعني، ولكن بس يعني بشاهدكم ان انا عليا 2500 ليرة ايطالية، لما ايطاليا ان شاء الله تنفصل عن الاتحاد الاوروبي وترجع للليرة ابقى سددهم بالليرة. شكرا يا دكتور. اما مسألة بقى المرحلة اللي انت نويت بيها والقضايا والاخره، لكل مرحلة ظروفها ووقائعها وناسها زي ما بيقولوا. انا قيد لي ان وانا رئيس نيابة امن الدول العليا ان انا احقق او اشارك في تحقيق القضايا الاتية. اول قضية دخلتني نيابة امن الدولة كنيابة متخصصة في القضايا السياسية والامن والى اخره، كان قضية 15 مايو اللي هي بتاع مركز القوة، صحيح، اللي الرئيس السادات يعني الحقيقة كلنا عارفين اللي حصل، صحيح، انه اعتقل تقريبا الدولة. جسارة طبعا، جسارة، لانه اما تلاقي يعني من اول طبعا رئيس الاتحاد الاشتراكي وقتها اللي كان موجود، وبعدين وزير الداخلية شعراء وجماعة، وبعدين وزير الحربية كان اسمها وقتها محمود فوزي، وزير الإرشاد محمد فايق، والعديدين من الشخصيات اللي موجودة، محافظ القاهرة وجيه أباظة. يعني كانت تجربة يعني زي ما احنا عارفين في غاية الأهمية والخطورة. فأنا الحقيقة يعني كنت زي ما بيقولوا الكوردينيتور بتاع التحقيق، واتعمل يعني مكان لينا للتحقيق اللي هو مجلس قادة الثورة اللي على النيل، تمام، اللي جنب كوبري قصر النيل. كان لينا فيها قصة طويلة وتجارب وذكريات يعني تحكى. يعني القضية التانية قضية الفنية العسكرية اللي فيها صالح سرية الفلسطيني والأناضولي، كارم الأناضولي والأنصاري وغيرهم، كانوا مجموعة من طلاب الكلية الفنية العسكرية، وكان فيها ضحايا حوالي 14 يعني شهيد. دي خدت شوط كبير وخلتني، كانت قضية غريبة الحقيقة. طبعا، والأولاد كانوا يعني تابعت القضية دي وكنت بتابعها جدا، لأن أنا كنت مستغرب بموقف الأولاد، ما دي كانت مشكلة، الانحراف الفكري اللي موجود جواهم وإيمانهم بهذا الانحراف الفكري. يعني وجه اللي سيطر عليهم وتفكيرهم صالح سرية، اللي هو فلسطيني عراقي ومتطرف، فقدر يسيطر على أفكارهم. والغريبة ان احنا بعد ما خلصنا هذه القضية وترفعنا فيها وكله، انا اخدت ملف هذه القضية
ووديتها المركز القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية. عملنا عليها بحث كبير جدا لمدة يمكن 3 سنين عشان نشوف ايه اسباب الانحراف وايه اسباب التطرف وكانت هذه هي عمدة الدراسات للتفكير الارهابي. وموجودة من جزئين في المجلس الحقيقة يعني. ثم في قضايا تانية موجودة بقى الحقيقة يعني غير مقتل الشيخ الذهبي وزير الأواف. طبعا. وقضية التكفير والهجرة. وقضية التكفير والهجرة. يعني وكل واحدة لها ظروف ولها ذكريات الحقيقة جامدة. بس اسمح لي يعني في لمحة كده للرئيس السادات أنا يعني أحب أقولها. تفضل. في قضية مراكز القوة. هو لما اعتقل هؤلاء المسؤولين كان البلاغ اللي جانا على انه دي محاولة قلب نظام الحكم. فاحنا حققنا وشفنا التحقيق بعد ما خلصنا بحكم ان دي قضية امن دولة وحكم الرئيس هو اللي بلغ والامر كان كبير طبعا زي ما احنا عارفين. فحب يعرف ايه اللي انتهينا الى ايه. فالنائب العام قال لي جهز كده الرئيس عايز ياخد فكرة عن اللي حصل. فكان في استراحة القناطر رحنا تمام وانتظر بقى ان احنا نحيل القضية كمحاولة لقلب نظام الحكم. فوجئ ان النائب العام بيقول له والله اللي حقق يعني ما انتهاش للرأي ده. قال ازاي؟ ازاي دي مش قلب نظام حكم؟ فقام قال لي ايه انتهيته لايه؟ رئيس السادات يعني. فقلت له سيادة الرئيس انا توجست خيفة يعني. قلت بقى ايه؟ يعني الحكاية كده صعبة يعني. سيادة الرئيس القضية دي التهمة بتاعتها طبقا للمادة 99 من قانون العقوبات. قلت الاول لما نقول كلام كده ايه هدوء. ونهرب من المواجهة الصارمة يعني. تمام. اللي دي بتقول ايه دي؟ قلت له بتقول اللي يعني يضغط على رئيس الجمهورية لأداء عمل او للامتناع عن عمل يعني يعاقب بكذا. قال لي يعاقب بايه؟ قلت له يعاقب بالسجن. قال السجن ده يطلع قد ايه يعني؟ قلت له من 3 سنين ل15 سنة. ايوه. فهو ظريف كده قال لي بس. قلت له ده القانون. قال لي هي ما فيهاش قلب نظام حكم. قلت له لا يا سيادة الرئيس. قال لي ازاي؟ قلت له سيادتك لما يبقى وزير الحربية ووزير الداخلية ووزير الإرشاد والأستاذ أحمد كامل مدير المخابرات من ضمن المقبوض عليهم واللواء طلعت رئيس مباحث العامة كان وقتها اسمها كده ومحافظ القاهرة وآخرين وعلي صبري بتاع الاتحاد الاشتراكي لما دول يجتمعوا كلهم ونقول عليهم ما يقدروش يعملوا قلب نظام حكم. لا اي محامي يا سيادة الرئيس بسيط من غير ما يجتهد هيروح للمحكمة يقول لهم دول ما يعرفوش يعملوا قلب نظام حكم. فقام قال لي طب امال ايه يعني؟ قلت له الافضل التهمة دي والافضل يا سيادة الرئيس انك تبعد القضاء عن القضية دي. الله. لانه مش هيدي لك اللي انت في دماغك. قال له ما رأيك ايه؟ قلت له سيادتك لما انت قمت بثورة 52 مش عملتوا محكمة اسمها محكمة الثورة لما حكمت العهد البائد وبعدتوا عن القضاء خالص لان النائب العام وقتها حفظ سابق مستشار حفظ سابق قال لكم بعيدوا عن القضاء في القضايا دي. قال لي قلت له خلاص نبعد القضاء عن القضية دي وتروح للمدعي العام الاشتراكي وسيادتك تعمل محكمة خاصة برئاسة الأستاذ حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب تحكم زي ما عايز لأن دي قضية سياسية ونبعد احنا يعني نبعد احنا كقضاء. أصل الفكرة فيها لقيت انه قلب نظام حكم. لا مش قلب نظام حكم. لا ليه القضاء يخش في اللعبة دي؟ صحيح. فبص كده وراح مولع البايب بتاعه وقال لي برافو يا ولد. انا قلت ولد
مش بس مهم. بس المهم المسألة مش مشكلة. وكان لمحة لطيفة منه الحقيقة ان هو اخذ بالرأي. ما تعصبش الرأي بتاعه. فدي من الحاجات اللي انا اذكرها له الحقيقة يعني بكل الفضل يعني. الحقيقة انا رسالات كزعيم يظل التاريخ سيسجل لهذا الرجل انه من اعظم الزعماء اللي هم جم في هذا القرن. وكان عنده جسارة غريبة يعني انه ياخد قرار مرة واحدة وينزل قائد الحرس يلم كل الناس دي. الحرس الجمهوري هو اللي نزل يلم الناس دي. هذا يعني جرأة غير عادية. نفس الجرأة دي لما راح طبعا اسرائيل علشان مبادرة السلام. وانا دائما اقول ان الخطاب اللي قاله انور السادات طبعا في الكنيسة مرجع ويدرس مرجع ولا زلنا على مستوى الانسانية طبعا على مستوى السلام على مستوى القائد المنتصر لما يحب يحقن دماء. بالتأكيد انا يعني شاعر ان هذا نموذج لابد. وعلى فكرة يعني السادات لم يأخذ حقه في التسجيل التاريخي بتاعه. يعني أنا حدير أنا حقول لك لمحة إنسانية في غاية الجمال اللي دايما أحكيها. كان في قضية مراكز القوى دي كان رئيس شركة مصر الأقطان وقتها وكان رئيس مؤسسة الأقطان زكريا توفيق عبد الفتاح الله يرحمه. فقدم فيه شكوى للرئيس السادات بانه يعني مع الجماعه اللي ضد الرئيس يعني في القضيه. فالرئيس السادات اشر على البلاغ ده السيد النائب العام للتحقيق مع زكريا توفيق عبد الفتاح واعتقله واودعه سجن القلعه. فانا النائب العام اداني البلاغ قال لي حقق انت القضيه دي. فانا بصيت قلت له ارجو تستفسر من الرئيس يعني عايزني احقق مع زكريا توفيق عبد الفتاح يعني اخد منه كلمتين ولا عايز الحقيقه افتح في القضيه يعني لان التاشيره اسال فلان. فاتصل بالرئيس وقال له يعني لا انا عايز الحقيقه. فانا حققتها كويس تبين زكريا توفيق عبد الفتاح ليس له اي ذنب لم يقترف اي حاجه شكوى كذبيه الله ناصر. فأنا كتبت مذكرة بهذا المعنى إنه بريء من العملية. فخدها النائب العام وراح قدمها له على طول. تعرف عمل إيه الرئيس السادات؟ أخلى سبيل زكريا توفيق عبد الفتاح. هو كان اعتقال يعني يقدر يعمل يعني يقدر يعتقل ويقدر يفرج. أخلى سبيله وعينه وزير تموين وزير تجارة خارجية وداخلية. يطلع هو اللي اعتقله هو اللي أفرج عنه وهو اللي أخلى زيه وهو أكرمه وعينه وزير بعدين على طول. هذه لمحة لمحة هيلة لابد أن يتعلم منها صانع. ما أنا بقولها والله علشان لأننا يعني لازم نلفت الانتباه. كم من الناس ممكن اتظلمت كم من الناس نسب إليهم ما ليس فيهم كم من الناس واخد بالك زي أحد ليه طغينة عنده ليه مش عاجبه شكله وارد. كم من الكلمات أخذت من سياقها طبعا. فتأخذ معاني أخرى وتوضع في تقارير الأسف وهنا وبتبقى مسجلة بقى وتضايقه طول حياته ولذلك بس أنا بدي المثل ده كيف أن هذا الرجل كان عادلا جدا طبعا علشان يقبض على واحد ويعتقله بعدين ثم يتبين بعد النيابة ما حققت يعني ما فيش حد تاني قال له ده أنا الحد ويطلعه يبقى وزير تجارة ما هو دي ويعني بصيرة وتوفيق على فكرة والله ولذلك من حاجات السادات الحقيقة برضو كان يعني يستعين بمستشارين على مستوى جيد وكان دائما القيادات اللي كانت معاه كانت قيادات. ما أنا بدي الأمثلة دي عشان نشوف اللمسات بتاع رئيس الدولة مؤثرة للغاية
طبعا. يعني انا دايما احكي هذا الموضوع اولا لان لو كان متعصب ومتنرفز ويعني الى اخره ما كانش قابل مني ان القضيه دي ما هياش قلب نظام حكم. اه صحيح. معلم ان العمليه كانت كلها صعبه يعني. صعبه. وما كانش كده بجراه رئيس نيابه يكتب له الراجل اللي انت اعتقلته ده بريء. صحيح. فمش بس طلعه. طلعه. او رجعه وظيفته اللي هو كمؤسسة الوطن. وعينه وزير كمان. وعينه وزير. الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. نلتقي النهاردة مع رموز كثيرة، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمدي الكنيسي. سعادتي بتزيد لما أكون وسط هذه المجموعة الرائعة من الشخصيات لكل منها دوره في مجتمعنا من خلال حرب أكتوبر. الرائد زغلول رفض الاستسلام بالعلم الأبيض، نزل العلم الإسرائيلي واستسلم به. قائد القوات البحرية في هذا الوقت قال له يا ريس أنا عندي الناس اللي يضربوا إسرائيل في العمق. هو المستثمر الوحيد في جمهورية مصر العربية الذي تحمل كافة المخاطر. أجمل حاجة في الدنيا وأعظم حاجة في الدنيا مشاعر صادقة، ده اللي أنا لقيته في أهالي سيناء. حتى يعلم كثير من الناس من هو الدكتور حسن راتب الذي يقدم المنح مجانا لأبناء سيناء لرفع مستواهم الاقتصادي. يا رئيس البحرية يا مصري، يا أبو العرق مصري، يا أبو الكفاح مصري، ده بحرنا بحرنا وابن البلد صياد، ايد للبونة للبونة وايد على الزناد تصطاد. للبونة وايد على الزناد تصطاد. مش بنحب القوات المسلحة، احنا اصبحنا من عشاق القوات المسلحة. عمليات الفدائيين والصاعقة يعني يطول فيها أيام وأيام إن احنا نتكلم فيها. شفنا في أنجاز كثير جدا في الخمس سنوات الماضية، ولا بد أن كل شعب مصر وليس أقول ابن سيناء أن يحافظ على هذا الإنجاز ويتكاتف. أنا عايز أوجه رسالة صغيرة للأسرة المصرية، قدرة على أن احنا نحتوي أبنائنا وأننا نعلمهم المسؤولية والشعور بالمسؤولية تجاه بيتهم سينتقل بالتالي إلى تجاه أوطانهم. سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. كل رمز فيهم في مجاله فعلا يستحق أننا نعيد صياغته لكي يكون حدوتة جميلة تحكى للأبناء وتغرس في نفوس الأبناء قضية الانتماء والولاء مرة أخرى. كانت له بصمة في الإذاعة المصرية حينما عشنا معا أيام عصيبة في حرب الاستنزاف، عشنا معا أيام كريمة في حرب العبور والانتصار،
عشنا معا لحظات صدق ونحن نثير معا مشوار الحياة. كان شريكا معي في انطلاق المنبر الإعلامي المحور، كان شريكا معي حينما نفكر معا في حب مصر ومن أجل مصر. إنه الإذاعي والإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين السابق. من جمال الأستاذ حمدي الكنيسي أنه حمدي الكنيسي بدون ألقاب، لأنه شخصية معلومة لدى الجميع، لها حظ في تقدير نفوس كثير من أرباب الفكر والمثقفين وأصحاب المعرفة، لها مصداقية ولها رؤية ولها تاريخ حافل مشرف يكتب بكلمات من النور. شخصيات في حياتي النهاردة مع الإعلام الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي. أهلا بيك يا أستاذ حمدي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك حمدي باشا. يعني طبعا لن نبدأ بكتاباتك ولن نبدأ بتاريخك الحافل ولن نبدأ بمؤلفاتك العظيمة ولن نبدأ، لكن السؤال الذي أحب أن أبدأ به، الشخصيات اللي في حياتك أثرت فيك وخلقت يعني هذه القامة وهذه الهامة التي رسمت بأناملها الطيبة وبحنجرتها الجميلة شخصية حمدي الكنيسي. أولا أنا سعيد جدا أن أنا أكون في هذا اللقاء مع صديق عزيز للغاية ونموذج وطني من النماذج القليلة في مجتمعنا على مدار التاريخ، فأنا سعدت جدا بأن أكون معك في هذا اللقاء، وأنت بالتأكيد من بين من أثروا في حياتي أنا شخصيا بالتأكيد. أما لو بدأنا بقى من الصغر والطفولة، فالحقيقة أنا بأدين بفضل كامل لوالدي الله يرحمه، إن هو كان مثقف قوي، ويعني عندنا في بيتنا تعرف في الريف يعني البيوت والبيت في آخره جنينة إلى آخره، فكان البيت فيه ثلاث مكتبات، وهو كان متعود في صلاة العصر يروح يقعد في الجنينة على سجادة وجنبيه السبرتالي اللي بيعملوا بها القهوة والجرايد والمجلات والكتب، وممنوع حد من الاقتراب من الجنينة طول ما هو قاعد الحرم بتاعه. اه خلاص. وتعرف بقى ان النظام زمان كان طبعا ليه وضعه، الاب له هيبة تمام يعني. فانا ما زلت اذكر ان لما كتبت قصة كان سن 10 سنين تقريبا 11 سنة، فبوريها لاخويا كان في كلية دار العلوم، فاخويا ما اهتمش قوي، وكان اخويا قاعد معاه ساعتها انا فاكر جمال قطب الرسام الكبير اللي هو كان كبير فناني طبعا دار الهلال بعد كده طبعا. فاخدت القصه وقفت في باب بيفصل بين الجنينه والبيت، او ابص لوالدي كده عاوز اكلمه بس خايف، فهو شافني قال تعالى يا حمدي، انا كنت اصغر اخواتي. فرحت له قال لي ايه خير؟ قلت له اصل انا كاتب قصه ومش عاجبه ابو الفتوح اخويا. فبص فيها قال لي لا ده انت ممكن تبقى كاتب كويس، بس عشان تبقى كاتب كويس روح على المكتبة اللي في الأوضة الفلانية في مجلدات لمجلة الرسالة، كان هو بيجيبهم ويجمعهم في مجلد واحد من سنة من كذا إلى كذا كل سنة، ومجلد للرواية دي من المجلات القديمة اللي كان لها دور كبير في المجتمع المصري. وبدأت أقرأ بقى وتابعني إلى آخره. الحقيقة هو حط يعني ايدي على الطريق الصحيح او رجل على الطريق الصحيح. وبعد كده في بقى شخصيات اختلفت، سواء في الدراسه مثلا مدرس اللغه الانجليزيه لاحظ ان عندي رغبه شويه، فبدا يشجعني بشكل خلاني لما اتخرج من لما اروح ادخل الجامعه اختار قسم اللغه الانجليزيه. الله الله الله، ما انساهاش دي ابدا. تمام. ايضا في بقى من الكتاب وال يعني المثقفين اللي كنت بلتقي بيهم وبستفيد من علاقتي بيهم تماما،
أنيس منصور، ويعني ده شخصية يعني حدوتة. الدكتور يوسف إدريس أيضا كنت بستفيد جدا من الندوات والمجتمعات. نجيب محفوظ في مقهى ريش لما كنا نروح احنا كأدباء شبان ونقعد معاه ويعني تتم الندوات. فهي جملة شخصيات تنتقل بقى. انا عارف ان اللي بذهنك دلوقتي يا دكتور حسن، طب والإذاعة؟ بالتأكيد في الإذاعة كان في أساتذة لينا، الجيل الأكبر مننا بكتير، جلال معوض، فهمي عمر، يعني طاهر أبو زيد، طاهر أبو زيد، أسماء عظيمة. دول بالتأكيد. أمام عبد العزيز كانت تعلمنا حتى بعد ما نجحنا في مسابقة كانت صعبة جدا للدخول للإذاعة، وفاهم أنا بقى أن من تاني يوم حاول بقى هنا القاهرة واطلع على الهواء وكده، قالوا لا ده على الأقل سنة ونص تدريب. وكانت هي لها هذا الدور. الله الله الله. هي وعاطف عبد الحميد، دول من الناس اللي أثروا في حياتي بالتأكيد. هو قواسم مشتركة كثيرة بيني وبين حضرتك. يمكن من القواسم المشتركة المكتبة، ويمكن نفس من أثر فيها جامد قوي الوالد الله يرحمه، لأنه كان برغم أنه كان مهندس زراعي لكن كان كل أمهات الكتب موجودة في المكتبة عندنا. وأكتر حاجة ورثتها من والدي المكتبة بتاعته. وكان الوالد الله يرحمه اللي يقرأ كتاب ويمتحنه فيه يديله جنيه لو نجح، واللي يحفظ جزء في القرآن يديله جنيه. فدي فعلا أن يكون الأب مثقف، لأن الثقافة شيء والتعليم شيء. يعني هو كان تخصصه مهندس زراعي، وكان برضو من مجالسه صالون العقاد، وخبرك ده. وكان من الحاجات اللي أنا أفتكرها مرة كان بيحكيها لي، يقول لي أنا كنت مرة قاعد في صالون العقاد فبقول للعقاد أنا قرأت في أبحاث الطفيلات، لأنه هو ده تخصصه، قرأت 17 كتاب. فبص له كده وقال له يا كامل، هو الوالد اسمه كامل راتب، قال له يا كامل يا باش مهندس أنا قرأت في الحشرات 113 كتاب. الله العقاد. العقاد. فالثقافة ليست محصورة على فكر ولا علم، ولذلك المكتبة جزء مهم جدا. وللأسف تنحت الكلمة المكتوبة والكلمة المقروءة لحساب الكلمة المرئية، والكلمة المكتوبة كلمة موثقة وهي ذاكرة للأمة. فرأيك إيه في كيفية أن نعيد مرة أخرى ثقافة القراءة إلى أبنائنا وإلى الجيل الجديد؟ والله ده سؤال بالغ الأهمية ومقلق جدا لي وليك ولكل المثقفين. إننا شايفين أن مع التكنولوجيا الحديثة والموبايل والآيباد والحاجات دي بدأت تخطف الأجيال كلها بشكل مزعج حقيقة. لدرجة أن الصحف اللي كانت بتوزع بالملايين دلوقتي بتوزع بنسبة أقل طبعا جدا. يعني شيء بالألاف دلوقتي وبالمئات. عدد يعني أنا مثلا بكتب في الأخبار وفي الجمهورية، وأنت بتكتب في الأهرام أيضا. فإنما يعني حتى في بيتي، يعني مثلا أقول لبنتي هي مهندسة وفي شغلها بقول لها أنت جاية هاتي لي الأخبار أو الجمهورية اليوم اللي فيه المقالة بتاعتي، فتجيب لي الجرنان واخده منها وقال لها انت قريت المقالة، تقول ما انا هشوفه بقى في الانترنت يعني. يعني حتى ما فيش يعني الرغبة في خبالك رغم العلاقة الشخصية. يعني زمان الواحد لما كان بيشوف اسم مكتوب او لحد تاني حاجة شيء. طبعا. فهو الحقيقة يعني انا بقول وياريت من خلال سؤالك ده ومن خلال القناة بصفة عامة، وانت دورك فيها مهم جدا ودورها مهم جدا في حياتنا، ان تتم دراسة هذا السؤال اللي انت طرحته دلوقتي. كيف نعيد للثقافة المكتوبة المقروءة مكانها، لان هي في النهاية هي اللي بترسخ في الذهن بالتأكيد، وهي اللي بيكون لها التأثير في الشخصية وبناء الشخصية. لا وبعدين الكلمة المكتوبة بالاضافه لانها كلمه موثقه بتبقى كلمه مركزه. ايوه. يعني انا حينما اتكلم بتدفق الفكر شيء، وحينما اجلس اتناول موضوع بالكتابه شيء اخر. بالتاكيد. كلمه مركزه. بالتأكيد. اختيار مفرداتها بيبقى واضح. ايوه. وبعدين تنسيقها وقوام الكلمه
من بداية الكلمة، الموضوع، الخاتمة، بتبقى لها يعني بناء، وبناء الكلمة جزء مهم جدا لا يأتي إلا في الكلمة المكتوبة الموثقة. هو الإنسان أصبح دلوقتي يعيش في العالم الافتراضي، ودي على فكرة أحد مشاكلنا التي يعيشها شبابنا، مش شبابنا بس، وأطفالنا والله العظيم يا أستاذ حمدي. تجد الطفل عنده سنتين وثلاث سنين وماسك الموبايل وبيشتغل فيه بشيء غريب، فبدأ يعيش في عالم الافتراضي وفي ثقافات أخرى قد تجرنا إلى ثقافات نحن لا نرفض ثقافات الآخرين، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نتخلف عن ثقافتنا. بالضبط. الموضوع ده موضوع يستاهل والله، يا ريت نطرحه على موائد البحث، يا ريت دي تكون حملة إعلامية قوية جدا لا تتوقف، ويتم دراستها من خلال المؤسسات والأجهزة المختلفة. دعنا نتشارك في هذا الموضوع إن شاء الله، وأن تساهم معنا في عودة الكلمة المكتوبة إلى قوامها وإلى مكانها في فكر الشباب، وطرحها مرة أخرى لكي تكون أحد أدوات الثقافة والمعرفة والتعلم والتعليم ورفع الوعي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لقد قاتلنا وأمامنا قتال شديد، ولكن سلاحنا وقتالنا ليس سلاح وقتال العدوان، وإنما هو سلاح وقتال الحق والحرية. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمدي الكنيسي. أخي المواطن، تواصل إسرائيل تحدياتها النابضة بالصلف والتبجح للمجتمع الدولي والإنساني. تواصل إسرائيل التعبير عن احتقارها للرأي العام العالمي واستهانتها بالجميع حتى أصدقائها. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمدي الكنيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا في غاية السعادة أن نحتفل اليوم بصدور كتابي الجديد كلام اللهب، الكتاب السادس عشر من بين كتبي، وربما ارتباطه بفترة معينة ومهمة جدا في حياتنا حاليا، يعني جعل الكتاب فيما أتصور قيمة، جعلت عددا كبيرا من الشخصيات الثقافية والإعلامية والعسكرية الكبرى تشرفنا بالحضور اليوم. دعني أبدأ بعنوان الكتاب كلام اللهب. الحقيقة العنوان صادفه التوفيق في الاختيار، وإن كانت العناوين اللي موجودة جوه فيما تم تسجيله من الكتاب يعني إلى حد كبير كل عنوان منهم يحتاج كتاب، وأنا عارف أن في الجعبة يعني مساحة كبيرة مش من المعلومات بس ولا من مفردات اللغة اللي أنت تمتلك نواصيها، لا، من مساحات المعاني اللي جواها اللي أنت عشتها، وعلى فكرة كلنا عشناها معاك.
بعد المقدمة البسيطة دي تسمح لي أن نبدأ من حيث تحب أن تبدأ؟ لا أنا يعني في البداية دكتور حسن أحب أني أبدأ أن حضرتك بالمقدمة مش البسيطة، المقدمة العظيمة جدا اللي حضرتك قلتها دي، يعني أنا بعتبر نفسي لا أستحق يعني 1/10 من الحضرتك. لا يا فندم والله لا حقيقة يعني أخجلني هذا الكلام وهذه المقدمة بصورة فعلا تخجلني وتخليني مش قادر أعبر أقول إيه، يعني ملكة التعبير عن المشاعر دي ملكة كبيرة جدا احنا بنتعلمها مع في جلساتنا مع حضرتك، انما طبعا هذا كثير جدا في حقي، انا اعتبر ان انا لا استحق كل هذا المدح وهذا الاطراء. والله دكتور عادل انا هقول لك على حاجة، اقسم لك انني لا استطيع ان اعبر الا عما استشعره. ربنا يخليك. ونحن لا نحب ان نقول ما يستحسنه الاخرين ولا نريد ان نطنب في المجاملة، لكن هذه حقيقة. لقد عشت رتحة من الزمان أتابع شخصية الدكتور عادل العدوي قبل أن يكون وزيرا، ثم ساءت الأقدار أن تكون وزيرا مع رئيسا ساقه القدر أيضا لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة، يحمل هموم هذه الأمة، وكان أكثر هموم هذه الأمة في الوقت اللي احنا حسينا فيه مشاكل كبد المصريين والمرض الخبيث الذي كان أعداد كنا لا نتوقع إطلاقا أن يحدث الشفاء بهذه المعدلات وبهذه السرعة وبهذه الكفاءة وبهذه التكلفة طبعا. هذه معادلة صعبة معقدة جدا يا دكتور، هذا لوحده في حد ذاته يعطي أستاذنا الدكتور عادل العدوي قيمة وقامة في هذا المجال يعني، وهو كان وزيرا للصحة في هذا. هرد على حضرتك ببساطة شديدة في كل ما تقدم حضرتك تفضلت وقلته في البداية، أنا بعتبر كل هذا هي إرادة ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله، أراد المولى عز وجل أن يكون هناك حل لهذه المشكلة العضال طبعا. ولو حكيت لحضرتك على مشكلة كبد المصريين فعلا عانى سنين طويلة يعني لو بدأنا ورجعنا بالتاريخ للقرن الماضي والنصف الثاني من القرن الماضي وتفشي مرض البلهارسيا مرض البلهارسيا هذا المرض اللي هو بيسببه طفيل من الطفيليات، وهذا الطفيل يتكاثر وينتج عنه حاجة بنقول عليها في العلم السركاريا، بتبقى موجودة في القواقع اللي موجودة على ضفاف المجاري المائية، وبعدين يشاء القدر ان المصريين اللي هم كانوا يعني اساس عملهم هو الزراعة بينزلوا الى الارض الزراعية جنب المجاري المائية والترع والمصارف وهم حفاة القدمين، وتتسلل هذه السركارية من بين اصابع اقدام المصريين ولا يشعر المريض غير بحكة بسيطة تمام، وينتج ان يتكاثر هذا الطفيل داخل الجسم ويهاجم الكبد كبد المصريين ايوه، يعني كان نوعين من البلهارسيا، البلهارسيا المعوية والبلهارسيا البولية البلهارسيا المعوية تتكاثر في الوريد البابي وتهاجم الكبد وتؤدي الى مرض اللي هو تليف او يذكر عنه في العلم مرض تشمع الكبد ويؤدي الى الفشل الكبدي، ونحن ندرس في كليات الطب في اواخر القرن الماضي كان الحالة اللي بنمتحن عليها وندرس عليها في علم الأمراض بطنة هي حاجة اسمها بالهارزيا الهيباتوسبلينوميجالي، يعني تضخم الكبد والطحال بسبب بالهارسيا تمام، وهذا المرض انتشر في ملايين المصريين نعتقد مات بيه عبد الحليم حافظ توفى بيه عبد الحليم حافظ بسبب دوالي المريء، لأنه أحد المضاعفات يحدث دوالي في المريء والقيء الدموي ومرض بيه ملايين المصريين، وبسبب النزول الى الترع والمصارف، الاستحمام في الترع، اللي بيعاشوا في الريف وكانوا يسيروا حفاة الاقدام على جانب المجاري المائية، فملايين المصريين تأثروا ووصل منهم زي ما ذكرت حضرتك عبد الحليم حافظ وكثير من المشاهير مرضوا بهذا المرض، ده كانت اصابة لكبد المصريين، فعانى كبد المصريين طويلا، ثم حينما ظهر العلاج الجموعي او العلاج اللي كان بحقن اسمها حقن ترتر ايميتك وكانت تشفي من البلهارسيا في هذا الزمن، كان يستخدم الحقن بالمحاقن الزجاجية الله ذات الابر المعدنية اللي بيتم غليها يا الله وتنتقل الحقنة من
مريض من إلى شخص مريض إلى شخص فتنقل عدوى، فنقلت عدوى الفيروسات الكبدية. تمام. فشفاء بالبلهارسيا في هذا الوقت اقترن بالحقن الغير آمن أو الحقن الغير سليم، وأيضا نقل الدم الغير سليم، لأن المريض اللي فيه فيروس سي وكان ياخد يتبرع بدمه ثم ينقل هذا الدم إلى مصاب، إلى إنسان يحتاج هذا الدم، يتم نقل المرض. وظهرت بعد أن تم شفاء ملايين المصريين بالبلهارسيا بالعلاج اللي هو 4 أقراص تم اكتشافه في 90s، ظهر الفيروسات الكبدية. وأنت تعلم الفيروسات وما أدراك بعالم الفيروسات. طبعاً. نحن نعاني في وقتنا الحالي زي ما احنا شايفين فيروس الكورونا واللي عمله في العالم قد إيه، ويعني كم المشاكل الصحية والتحديات اللي نتجت من هذا. فكان المصريين مبتلين ابتلاء المولى عز وجل في كبد المصريين بفيروس سي بعد كده بسبب الحقن الغير آمن ونقل الدم الغير آمن، وانتقل المرض من إنسان إلى إنسان وتفشى فيروس سي في المصريين. ثم يعني كانت بقى يعني العلاج بالإنترفيرون اللي كان نسبه قبل كده في التسعينات لا تتجاوز 40 أو 45% نسب شفاء ومضاعفات جسيمة، إلى أن ظهر في آخر 2013 إجازة العقار السوفالدي اللي هو قال إنه بيشفي من فيروس سي بنسبة تتجاوز 90% لـ95%. فكان هذا الماراثون الطويل بقى اللي حضرتك يعني. لا هو الحقيقة يا فندم يعني أنا لما زلت أذكر حينما كان حجم التحدي ضخم قد إيه، كان كم حالة، هنحب نقول للمشاهدين كم عدد الذين كانوا يعانون من فيروس سي في مراحله المختلفة، وجزء منه كان مراحل متقدمة. كانت عدد الحالات تقريبا كانت هقول لحضرتك تمثل قد إيه، هقول لحضرتك هو الإحصائيات اللي اتعملت واتعمل وقت ما كنت متولي المسؤولية، عملنا حاجة اسمها المسح الصحي الديموغرافي، المسح الصحي السكاني. المسح الصحي السكاني بيقيس حاجات كثيرة جدا جدا، بتكون دي دليل جيد لمن يضع الخريطة الصحية. تمام. والخريطة السكانية بصورة عامة. تمام. وكان من ضمن الأمراض هو مرض فيروس سي، عشان يقيس قد إيه في الفئات العمرية المختلفة يتفشى هذا المرض. فوجدنا ان الفئة العمرية من سن 15 الى سن 59 او سن 60 عام، هي الفئة المنتجة، نسبة الاصابة تتعدى 9.7%، وهذه نسبة كبيرة جدا، نسبة عالية جدا، هذه الفئة المنتجة. والحاجة الاهم من ده كله ان سنويا كان بيضاف عدد جديد من المرضى لا يقل عن 150 الف مصاب. فلو احنا بحسبة بسيطة قلنا سنويا 150 الف مصاب، يعني احنا دلوقتي في موضوع الكورونا اللي هو توقف العالم كله وتوقفت كل مناحي الحياة في العالم كله بصدمة فيروس كورونا، نجد ان العدد اللي كان يصاب بفيروس سي في مصر اكبر من العدد اللي يعني احنا لغاية دلوقتي اصيب عندنا مثلا طبقا للاعداد المسجلة في مصر، يعني حتى يومنا هذا الاعداد التي سجلت لم تتعدى 95,000 مصاب من بداية الأزمة حتى يومنا هذا. فإحنا كان عندنا 150 ألف مصاب على الأقل بيضاف سنويا فيروس سي، يضاف سنويا. إحنا النهاردة بنسجل في إحصائياتنا أعداد المصاب بالمئات، يعني 100 مصاب، 120 130 مصاب فيما يخص الكورونا مقارنة بفيروس سي. فيروس سي النهاردة أصبح بعد ما كانت في بداية حل المشكلة أو ظهور العلاج وقدومه إلى جمهورية مصر العربية يعني باتفاق أنا بعتبره اتفاق تاريخي تحدث عنه كل وكالات الأنباء العالمية، منظمة الصحة العالمية الحقيقة تعجبت من الطريقة التي أدير بها هذه، يعني أديرت الأزمة بتاعت فيروس سي دي بطريقة لابد ان تدرس ولابد ان تسجل في التاريخ. والله يا دكتور حسن يعني تدر يعني هو زي ما بقول لحضرتك بملخص بسيط، هي اراده المولى عز وجل. صحيح يا فندم. ان يوفق مجموعه من الفريق العمل اللي كانوا بيعملوا باجتهاد وتجرد وبحب لهذا الوطن وابتغاء لمرضات الله ان يتم هذه الاتفاقات. صحيح. وان الاهم مش في الاتفاق، ان ياتي العقار اللي كان ثمنه او ثمن العلاج 84 الف دولار في هذا التوقيت. ايوه فندم. لان قيل على الجرعه اللي هي 3 شهور ايوه
قيل وقتها الحبة ذات الألف دولار، الحبة تساوي ألف دولار. أن يأتي بهذا السعر الزهيد وده من سعره، دي المعضلة. مش هي دي، مش هو ده الأهم من هذا. هو الاتفاق معهم باتفاق تراضي أن يتم إنتاج هذا العقار في مصر. صحيح. لأن خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة المنتجة لا يمكن أن تفي باحتياجات المصريين. طبعا، لأن كانت احتياجات المصريين تقريبا قد المصابين في العالم يعني كله. هل يعقل أن لديك العقار موجود في مكان في العالم ولديك ملايين المصابين يسمعون أن هناك علاج تم اكتشافه يشفي بنسبة 90-95% ولا تستطيع أنك تحضره للمرضى المصريين؟ هذه كانت مشكلة كبيرة جدا، ومشكلة كانت تؤرق رأس الدولة، كانت تؤرق الرئيس عبد الفتاح السيسي. حدث معي مرارا في هذا الموضوع، لابد أن يكون العقار في متناول أيدي المصريين، لابد أن يأتي العقار بأسرع وقت ممكن. في صدارة ما حرصت عليه القضاء على آفة تهدد حياة أبناء الشعب، هي وباء فيروس سي. تم تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه. القضاء على قوائم انتظار المرضى لتلقي العلاج. تم إجراء مسح طبي لنحو 5 ملايين مواطن وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى منهم للعام 2020، والذي نأمل أن تصبح مصر في نهايته خالية تماما من هذا الوباء. أنا ما زلت أتذكر أول يوم كان 16 أكتوبر عام 2014، أيوة، بداية أول يوم علاج لأول مريض من مرضى الكبد، وكان عندنا كمية محدودة في البداية، لا نستطيع أن نعالج أكثر من 50,000 مريض في هذا التوقيت. وبعدين فعلى طول تم الاتفاق أن يكون هناك إنتاج مصري. أيوة. بأسرع وقت. وبعدها إلى قل عن شهرين تم إنتاج أول عقار مصري عشان يكون موجود في السوق يعالج المرضى المصريين بالأسعار الزهيدة بقى اللي هي تكلفة. لا تقارن بالتكلفه الحقيقيه اللي كان بيعالج بيها الانسان. وبعدين كان وقتها لما نتكلم عن حلم انتهاء المرض، حلم انتهاء، كنا نشعر احنا نتحدث عن حلم بعيد المنال، صعب المنال، صعب ان تصل اليه. انا نفسي وانا مسؤول عن الصحه لم اكن اتوقع ان ربنا سبحانه وتعالى ستتسارع الخطى وان يتم فعلا بقى في غضون 5 سنوات، عدى على الموضوع ده 6 سنوات دلوقتي، أن نصبح عيادات الكبد في المستشفيات خالية من المرضى. الله الله الله، خالية من المرضى. هذا هو التحدي الأكبر، دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. ونعم. طبعا منظومة كبيرة جدا، كان فيها جزء كبير يتعلق بمنظومة الوقاية، الخطة القومية للوقاية والمنع والعلاج اعتمدت على محاور أساسية، كان أولها ترصد المرض، مكافحة العدوى، التطعيم ضد فيروس بي لان ده مشكله ثانيه، الجرعه الصفريه الاساس هو العلاج، طبعا تقديم العلاج للمرضى، خطه توعيه وخطه تثقيف صحي للمرضى واهالي المرضى، والبحث العلمي اللي هو ده بقى الجزء المهم، الجزء الهام اللي الحقيقه برضو طبعاً. شركات الادويه المصريه ولعلي اذكر الدكتور شيرين طبعا من اوائل الشركات، من الشركات اللي حضرتك انا ظهرت وأنا وزير للصحة جنبا إلى جنب مع الدكتور شيرين اللي هو رئيس شركة فاركو، والده ربنا يديله الصحة الدكتور حسن عباس، وجنبا إلى جنب وأنا مسؤول عن الصحة، وقلت أنا بقدم إنتاج مصري. الله الله الله، بقدم الله إنتاج مصري يكون، وتتابعت الشركات في مجموعة كبيرة من الشركات أذكرها ما زلت لأنتجت هذا العقار، وصرحت المجموعة كبيرة من الشركات أن تنتجه، وخلى السوق المصري مليان، بس أنا كنت حريص على عنصر الجودة، أن يكون العقار يتمتع بنفس الجودة التي تتمتع بها العقار الأصلي. هو الحقيقة مش بس الجودة يا معالي الوزير، الذي أدهشني في هذه المرحلة الجودة والسعر. طبعا لا يقارن إطلاقا بالسعر العالمي طبعا الذي كان يباع به. أنا كان في العالم بيباع
بألاف. أقول لحضرتك ب84,000 دولار الجرعة لعلاج المريض. كان بيحدث مظاهرات أمام الكونجرس الأمريكي وسمع بها الكثيرين من المصريين وكثير من أطباء الكبد، مظاهرات من بعض المرضى. لماذا تم منح مصر هذه الفرصة وليه ما عملتوش زي المصريين ما عملوا؟ كانت أول دولة في العالم يأتي لها العقار الأصلي وأول دولة في العالم أنتجت العقاقير المصرية هنا بعد الهند يعني قبل الهند الهند اللي هي المكان الرئيسي المصدر للخامات الدوائية في العالم كله. صحيح. يعني حتى مصانع الأدوية العملاقة للشركات الأدوية متعددة الجنسية بتأخذ أو تحصل على المادة الخام في إنتاج الأدوية اللي هي من دولة الهند. المادة الفعالة بيسموها المادة الفعالة المادة الفعالة بتحصل عليها من الهند. فإحنا أنتجنا في مصر قبل الإنتاج الهند. دكتور حسن راتب يطرح نموذج نجاح علاج فيروس سي المصري. الطاقة الإيجابية اللي احنا بنصدرها النهاردة والرمزية اللي بنصدرها من خلال هذا الصالون طاقة إيجابية تملأ هذه الأمة سعادة وتملأ هذه الأمة رغبة على الأداء والاجتهاد. الحمد لله، لأن مصر كان عندها تحدي رهيب، عدد كبير، العلاج ب100,000 دولار، والسيد رئيس الجمهورية اللي في يوم 12 مايو 2015 لما قال أنا هعالج 1,000,000 من الفيروس سي، هو ده كان بداية النجاح الحقيقي. فيروس سي ده مش فيروس واحد بس، ده فيه جينات مختلفة، جين الأول والثاني والثالث والرابع. مصر كانت اختصها ربنا بالجين الرابع اللي هو يعتبر أصعب الجينات في مرض الفيروس. هذه ملحمة، هذه قصة نجاح. والذي أريد أن أستخلصه هنا هو أن من حقنا كمصريين أن نتغنى بقصص نجاحاتنا. وقاية خير من العلاج. إحنا للأسف عندنا لسه أماكن كتير جدا في أماكن سيئة جدا، لسه لازلنا مفيش وعي. بنقول لكل إنسان مصري مخلص، بنقول لكل إنسان مصري وطني بيعشق مصر، بنقول لكل إنسان عنده إحساس الانتماء الحقيقي بهذه الأمة، إحنا لا نحفز بداخلك أمال غير حقيقية، احنا بنحفز بداخلك امال حقيقية. سمعة الدواء المصري ان مصر تعالج 1,000,000 وباقي دول العالم تعالج 500,000. لابد من دعم الصناعة الوطنية المصرية، هي اللي تستطيع ان تتحمل مسؤولية المرضى المصريين. الشارع عاوز واحد قدوة يقتدي به كل شيء. النهاردة لما تكون قصة نجاح موجودة على الارض والواقع لابد أن تتم نشرها إعلاميا على المستوى المطلوب. تحية خالصة مباركة لمن تبنى هذه الحملة، لمن عاش في كبد المصريين فشعر بهم. هي المنظومة مع الوزير كانت عبارة عن يعني بروتوتايب يدرس في علاج الأزمة، كيف نستطيع وننجح في أننا نحصر حصر كامل لأعداد المرضى اللي كانوا عدوا الملايين. وبعدين المشكلة الأخرى أنك أنت إزاي توفره في الزمن ده وبالتكلفة دي. وبعدين أنا بعتقد أن المنظومة دي لولا أن رئيس زي رئيس عبد الفتاح السيسي تحمل كبد المصريين وقال لابد أن نقف وقفة جامدة، ووزير نشط تحمل المسؤولية بكامل معانيها وكامل جوانبها زي الوزير عادل العدوي، ومنظومة أيضا معاك، لأن ثقافة العمل الجماعي هذه الثقافة الغائبة اتوجدت في إدارة هذه. وأنا أعتقد أن يظل التاريخ لحد دلوقتي لم يعطي هذه التجربة والنموذج في علاج مشكلة كانت معضلة جدا لها جوانب كثيرة، مش جوانب اجتماعية فقط على مرضى أدائهم ضعف، لا ده جوانب اقتصادية طبعاً تنعكس على الاقتصاد القومي طبعاً. مش بس جوانب اقتصادية، جوانب في النجاح. النجاح بيولد نوع من استنهاض الهمة طبعاً واستنهاض القوة في الأمة. أقول لحضرتك على حاجة، لم يحدث أن اهتم رئيس دولة بمرض خاص بمواطنية زي في المرة بتاع زي فارسي رئيس عبد الفتاح السيسي كان يتحدث معي حوارات مستمرة، ماذا نحن فاعلين، هنعمل إيه، الموضوع هيتم ازاي، احنا معاك، احنا في ظهرك. لا،
اللي عايز اقول لحضرتك، يمكن احنا العالم كله افاق على موضوع كورونا، يعني ده مشكلة بنقول عليها بانديميك او جائحة. انما مرض فيروس سي كان مرض انديميك، يعني مرض متوطن في مصر، وفي مصر بس، في مصر، في مصر وتليها بعض الدول التانية. مصر اكتر دولة في العالم كان موجود فيها. فنحن كمصريين، انا كطبيب او كمسؤول عن الصحة، اعلم هول المشكلة. هول المشكلة. يمكن حضرتك كثيرين من الاسر مفيش اسرة كانت خالية، مفيش مجتمع سواء في الريف او في الحضر ما كان خالي. لكن المشكلة انها بقالها سنوات، فاصبح الناس بيهونوا من المشكلة. نحن لدينا حالة ذعر من موضوع كورونا، ان العالم كله يتحدث، ولكن اذا قارنا ما بين كورونا وبين فيروس سي، فيروس سي كان الكارثة بالنسبة لمصر، كارثة لمصر مش للعالم، لانه كان مستوطن في مصر بطريقة غير عادية. لكن تظل إدارة هذه الأزمة، لابد أن يكون هذا البروتوتايب يوضع نموذج ويدرس ويعطى للأجيال كيف نواجه أزمة ونحلها في الزمن القياسي ده بالتكلفة دي، يعني بمعدلات الأداء اللي كان بيحصل. مما لا شك فيه من الأشياء اللي ساعدتنا، يعني مساعدة كبيرة جدا، زي ما قلت حضرتك، روح الفريق العمل. كان معي فريق من أساتذة الكبد للأمانة، اللي احنا وضعنا بالتنسيق مع الصحة العالمية اللي هو الخطة المصرية القومية للقضاء على فيروس سي 14-18. صحيح. أربع سنوات. وهذه الخطة قدمت في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، وتقدمت وقدمناها بلغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وتم توزيعها على كل أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. هذه الخطة في حد ذاتها أنا بعتبرها هي دي الكتاب اللي هو فعلا يوثق ويؤرخ لهذه الـ وهو ده اللي خلى منظمه الصحه العالميه طبعا انها توافق انك تدي الماده الفعاله تساعدنا بالتكلفه بتاعتها وتساهم وتشارك. طبعا تساعدنا مع شركات الدواء وتتحدث بلسان حالنا. وتذكر دايما التجربه المصريه الحقيقة بالفخر والاعزاز. الحقيقه حاجه والله مشرفه، ولذلك انا بعتقد ان ده نموذج من النماذج الهامه جدا اللي ينبغي انها تبقى بروتوتايب نتعامل مع كل مشاكلنا بنفس الاسلوب ده وبنفس المعادله دي، حتى ان نفاجئ ان ناس بتيجي من دول العالم تتعالج عندنا في فيروس سي. عايز اقول لحضرتك عشان تكلفته، هم لما صرحوا بالانتاج ان يكون انتاج مصري، وهذا يمثل تنازل عن حقوق الملكيه الفكريه. انا عارف، وحدث ولا حرج على حقوق الملكيه الفكريه وماذا تساوي، والفرق هو فرق السعر زي ما حضرتك شايف. فكان اخص مصر كان بيتكلف كام بقى اخر تكلفه للعقار؟ لا انا كان بيتكلف يعني 400 جنيه مثلا، حاجه من 80,000 دولار 400 جنيه. فكان بيزورني في هذا التوقيت مجموعه من سفراء الدول الاوروبيه. اذكر سفراء دول كثيره زاروني بطلب ان ياتي يعني مصابيهم او المرضى اللي بيعانوا من فيروس سي للعلاج على ارض مصر. وبدات حمله بعد كده لعلاج الاجانب او علاج المرضى، لان هذه الادويه كنا لا نستطيع ان نرسلها الى بلادهم لان سعر رخيص جدا، كانها ممنوع انها عشان بالضبط كده. على كل حال ده نموذج انا والله لابد ان نحني الراس ليه، ونحني الراس لكل من ساهم وشارك في حل هذه المشكله المعضله التي كانت ممكن ان تؤدي الى انهيارات اقتصاديه وانهيارات اجتماعيه في امه كانت بتسعى الى ان النهضه اللي احنا بنحاول نعيشها دلوقتي. العالم كله بعد الثورات وبعد الحركات الشعبيه دائما بيتخلق جو من عدم الرضا للخدمات اللي بتقدم. أهم هذه الخدمات من وجهة نظري تعتبر الخدمات الصحية. أنا نفسي مصر ترجع محطة أنظار للعالم. النموذج المصري في علاج فيروس سي هو نموذج ينبغي أن يحترم. كيف استطعنا أن نقضي على مشكلة كانت أن تقضي على مساحة كبيرة من طاقات هذه الأمة؟ لما تولينا الملف وجدنا أن مصر من أكثر بلاد العالم تفشي لهذا الوباء. نحن عملنا خطة مستقبلية لعلاج فيروس سي في مصر للتخلص من المرض على سنة 2030. إذا لم يأمن المواطن على صحته فلن يستطيع أن يعطي، لن يستطيع أن ينتج. وباليقين لن يكون هناك إنسان قادر على التعمير والعمل والتنمية إلا إذا كان يتمتع بصحة جيدة، وإذا كان مسلحاً بالعلم والمعرفة
ومن هنا تأتي التنمية. تجربة مثالية جدا في كيفية يكون عندنا سيستم وعندنا تيم ورك شغال مع بعض. بكسر الداء هنا لابد أن تبدأ المبادرات الفردية، وأنا من هنا أدعو ليست الحكومة وليست مؤسسات الدولة لكنها مبادرة فردية، نعمل بمنهج علمي لكل راغب وقادر أن يعطي في مجال تخصصه حتى نكون مانيوال نعرضه على صناع القرار. وقف الخلق ينظرون إلينا ونحن نبني قواعد المجد معا. هذا الصالون يحاول بقدر الإمكان أن يطرح على المجتمع حراك ثقافي، يحاول قدر الإمكان أن يشخص الداء، ولكنه بعد أن يشخص الداء يطرح حلول من وجهة نظر علماء متخصصين. إلى اللقاء مع شخصية أخرى في شخصيات في حياتي.